السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله نبتدي في المحاضرة تقريباً رقم 4. نشوف بس سريعاً إحنا خدنا إيه في الموضوعات اللي فاتت أو المحاضرات اللي فاتت حتى الآن. آخر محاضرة معنا كانت أخذنا فيها أنواع الخطوط في برنامج السيفل والمقارنة ما بينهم وأفضل الأنواع دي لاستخدامها كخطوط بريك لاينز. وخدنا أنواع الحدود للأسطح وتوضيح مزايا كل واحدة، تمام؟ خدنا طريقه عمل اسطح من عناصر مختلفه من خلال خطوط كونتور او من خلال نقاط اوتوكاد بدون تحويلها لنقاط سيفل، تمام. وبعدين خدنا شرح خصائص الاسطح وكيفيه معرفه كل تفاصيل الاسطح من خلال الاحصائيات الخاصه بيها، وقلنا الاحصائيات دي غالبا بتستخدم في الامتحانات بتاعت شركه الاوديسك. ان شاء الله بعد كده هنبقى نتكلم عن الامتحانات. عملنا شرح عمليه تحليل للسطح، توضيح فوارق المناسيب بالالوان، وعملنا سطح ثلاثي ابعاد واسهمه وتحديد الاتجاهات ومناطق تجمع الميه، وجبنا حتى مناطق الحفر والردم والفاصل ما بينهم وما الى ذلك. كل ده شرحناه. شرحنا برضو اظهار الكتابات المختلفه على السطح وكيفيه تعديلها، وعرضنا بعض النصائح اللي لازم ناخد بالنا منها اثناء العمل على الاسطح. بعد كده بدأنا في المسارات، خدنا المسار الخاص بالطرق، تمام، وشرح خصائص المسار وكيفية معرفة المعايير التصميمية للطرق داخل البرنامج، وشرح كيفية تعيين سرعات متعددة للمسار، وبعدين عملنا أسئلة وأجوبة عن الموضوعات دي كلها، سواء عن الأسطح أو عن مين أو عن الالاينز. الكلام ده كان في المحاضرة اللي فاتت. طيب، كنا من شوية نزلنا لينك على الجروب بتاعنا. اللينك ده هتلاقوا فيه المفروض الفولدر ده انا عملته لكم بحيث ان المحاضرات او الملفات اللي انا استخدمتها في المحاضرات اللي فاتت هتلاقوها كلها موجوده هنا، وهو اللينك بالفعل نزل على الشات هنا في الجروب. هتلاقوا اول حاجه اللي هو ملف البوينتس، دي الملفات اللي استخدمناها اثناء ما احنا كنا بنتكلم عن البوينتس بشكل عام في الدوره بتاعتنا. وهنا هتلاقوا حاجات عن الاسطح والالاينمنت، وبرضه في هنا ملفات متنوعه. الملفات المتنوعه دي عباره عن ملفات بي دي اف وملف وشويه روابط. البي دي اف لو بصينا عليها كنا اتكلمنا عن ناشونال كيدز ستاندرد والناس كانت طلبته مني، هتلاقوه موجود هنا. وبرضه كان طلبه الجزء اللي هو خاص اللي انا بعرض بيه زي الباوربوينت كده، نزلته لكم بشكل بي دي اف موجود هنا، تمام. زائد روابط الدورات لو بصينا عليها هتلاقوا برضه اللي دوره الناشونال كيد ستاندرد، هتلاقوا الرابط بتاعها. وكنا اتكلمنا عن قناه المهندس احمد بورعي والدكتور عبد الرحمن الباز، وفي قناه مجمعه لتعليم السيفل. اي روابط هنتكلم عليها بعد كده هتتضاف لنفس الملف ده. نفس الملف برضه هنا هنلاقي اي ابديتس بنعملها خلال الكورس ان شاء الله هتنزل كلها في نفس الرابط ده، فانتوا احفظوا الرابط ده عندكم وهتلاقوا ان شاء الله كل حاجه بتفصيليا هتظهر هتظهر على الملف هنا. زائد اللي فاتوا المحاضرات السابقه، المحاضره رقم 1 و2 و3، هنلاقي الروابط بتاعتها موجوده فين؟ موجوده هنا، رابط كل واحده، الرابط الاول والثاني والثالث، وهم موجودين على قناه بيم اريبيا، تمام؟ ده اللي هو الخاص بالجزئيات اللي السابقه. في خط احمر ظهر عندي على الشاشه، هو حد رسمه تقريبا، فيا ريت نمسحه احنا من هنا، مفيش مشكله. طيب الانوتيشن خلاص. طيب دلوقتي هنبتدي ان شاء الله في المره دي في الفيديو بتاعنا، سوري، في الكورس بتاعنا، في المحاضره بتاعتنا النهارده، هنتكلم شويه برضو عن الالاينمنت لان ما كناش خلصناها المره اللي فاتت، وبعدين هننتقل للبروفايلز. الالاينمنت زي ما احنا عارفين يا اما احنا بنرسمه من خلال تولز موجوده معانا في البرنامج، يا اما بنرسمه من جديد في حاله لو هو لسه عنصر جديد، او ان احنا بنحول عنصر موجود عباره عن اوتوكاد بنحوله لسيفل 3D، او ان احنا بنرسم بناء على بيانات موجوده معانا سواء في ملف بي دي اف او في لوحه او ايا كان البيانات اللي ظاهره معانا. دلوقتي هنبتدي نشوف مثلا مثال زي ده. انا عندي مثال قايل لي بدايه الالاينمنت بتاعي الايستنج والنورثنج بتاعتها كام، نهايه الالاينمنت بتاعي الايستنج والنورثنج كام، واعطيني البيانات الاساسيه بتاعتي، بيقول لي انت عندك الكيرف وعندي شويه تفاصيل كده. فده معنى ذلك لو حتى الخط ده مش موجود انا عامله بس انديكيشن عشان نشوف الرسمه بتاعتنا هتطلع سليمه بعد كده ولا لا، ولكن احنا هنرسم من خلال البيانات اللي موجوده معانا هنا، تمام. ده كده كمثال موجود معاكم، تقدروا انتوا طبعا تطبقوا على الامثله اللي موجوده عندكم. اول شيء هنا بيقول لي ان احنا عندنا مثلا النقطه الاولى دي الايست والنورث بتاعتها، والنقطه الاخيره الايست والنورث، وعندي الكيرف دوت. الكيرف ده تفاصيله ايه؟ بيقول لي نقطه عاده الايستنج والنورث دي بتبقى نقطه تلقي الخط المستقيم من اللي قبل الكيرف ده والخط اللي بعده دوت البي اي، تمام. واعطيني قال ان في عندك كيرف الريديوس بتاعه 40، واعطيني الطول بتاعه 25 متر،
وعطيني طول الان والاوت اللي هما مين. هنا هو عنده هنا سبايرال الان اللي هو بتاعت السبايرال الان 40 متر والاوت كام؟ والاوت عندي 15 متر 600 كام؟ 625. هنبتدي نشوف التولز بتاعت البرنامج اللي ممكن ارسم بيها الحاجه زي كده. اول شيء ببتدي اقول له انا عايز الاينمنت، اقول له الاينمنت كرييشن تولز تمام، وهسمي الاينمنت بتاعي ده مثلا RD01 وبقول له ايه. طبعا هنا زي ما انتم شايفين عشان اللوحه دي لوحه كاد فالستايل بتاعي جاي ستاندر والستايل التاني جاي ستاندر، ففي الحاله دي احنا عارفين ان احنا ما نشتغلش على لوحه كاد مباشره. هبتدي اعلم على الداتا بتاعتي دي كلها وبقول له كنترول سي تمام، وبفتح ملف سيف الجديد وببتدي اقول له بيست اوريجينال كوردينيت بحيث يجيب لي الملفات بتاعتي في اللوحه سيف الجديده، وفي نفس الوقت يحتفظ بمين بالستايلز اللي موجوده في الرسمه تمام. هبتدي اقول له الاينمنت، اقول له الاينمنت كرييشن تولز، واقول له اللي احنا نسميناه RD01 تمام كده، والنوبر بتاعه البروبوزد والكتابات. حاليا انا مش محتاج كتابات، انا عايز ايه نو ليبلز، وبقول له اوكي تمام. وبيظهر لي الايه التولز بتاعتي دي. التولز بتاعتي زي ما انتم شايفين متقسمه مجموعه ايه تقسيمات اساسيه. التقسيم الاول ده في حاله لو انا هرسم تانجنت نو كيرف، يعني انا هرسم بالخطوات بناء على المسار انا بحدده على الرسم، وفي نفس الوقت بقدر اضيف بي اي يعني نقطه تقاطع جديده او اشيلها او بفصل المسار عند نقطه معينه. وهنا دي تولز الرسم لوحدها زي ما انتم شايفين عندي هنا، لو انا ضغطت هنا بيظهر لي ده ان انا هرسم لاين. وعندي ثلاث انواع، حاجه اسمها فيكسد وحاجه اسمها فلوتنج وحاجه اسمها فري. الفيكسد اللي هو خط غير متصل بما قبله وما بما بعده، يعني على سبيل المثال لو انا هضغط اقول له انا عايز فيكسد لاين وهرسم خط من هنا لحد هنا وبقول له انتر، يبقى انا كده رسمت خط الاينمنت تمام. الاينمنت ده بادئ من النقطه دي لحد نقطه النهايه دي. هل ده مرتبط بشيء؟ لو انا جيت عملت فيكسد تاني امر تاني اللي هو اللاين وبقول له برضه فيكسد لاين 2 بوينت، اول نقطه هنا واخر نقطه هنا وبقول له انتر، كده دي الخطين دول هم في الاينمنت تمام. وهرسم ما بينهم عباره عن فري كيرف، او ممكن نقول مثلا فيكسد فري كيرف. فري كيرف بيبقى عباره عن ربط ما بين عنصرين موجودين، يعني كل تفصيله من التفصيلات الموجوده دي بيكتب لك جنبين هي عباره عن ايه. يعني مثلا قلت فيكسد لاين بيقول لي 2 بوينت فيكسد لاين فروم كيرف اند. فكره الفيكسد ان هو عنصر غير متصل بما قبله وما بين بعضه وما بعده، يعني ايه لو انا غيرت العنصر المتصل قبل منه هو ما بيتاثرش، او العنصر اللي بعده برضه ما بيتاثرش. الفلوتنج لازم بيكون عنصر موجود في الرسمه وانا بطلع منه، يبقى انا لازم يكون العنصر ده موجود في الرسمه وبطلع منه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ارسم فلوتنج وما فيش حاجه في الرسمه، او ما فيش عنصر قبل مني او بعد مني اقدر اربط عليه. يبقى الفلوتنج لازم يتربط يا اما بعنصر قبله يا اما بعنصر بعده، ولو العنصر ده حصل فيه تغيير العنصر الاساسي بتاعي بيتغير. النوع الثالث اللي هو الفري ده لازم يكون ما بين عنصرين موجودين بالفعل. ففي الحاله دي لو انا حبيت ارسم كيرف ما بين الخطين اللي انا رسمتهم دول، فببتدي اقول له والله انا عايز ارسم هنا فري كيرف، هو بيقول لي فري كيرف فيلد بتوين تو انتيتيز، وهدي له راديوس تمام كده. يبقى انا هدي له مثلا النقطه الخط الاول ده والخط الثاني ده، فبيسالني هل هو جريتر زان او ليس زان 180، فبقول له اقل من 180 وبقول له الراديوس بتاعي مثلا كام 25 وبقول له انتر. فكده رسم لي عباره عن كيرف ما بين الخطين المستقيمين اللي انا رسمتهم. طب لو انا غيرت اتجاه الخط اللي بعده هل الكيرف بيتغير ولا لا؟ نشوف كده مع بعض. زي ما انتم شايفين الكيرف بدا ايه؟ بدا يتغير معايا زي ما انتم شايفين مباشره اتغير معايا. وفي نفس الوقت لو احنا جينا الشاشه بتاعته هنا، ادي شاشه مين؟ شاشه التفاصيل بتاعه الالاينمنت. هنلاقي ان الريديوس زي ما هو 25، انا مهما غيرت انا الشكل بتاعي الريديوس بيفضل زي ما هو 25 تمام. اما لو هو كان فلوتنج او هو كان فيكسد، فساعتها مجرد اي تغيير انا بعمله ما بيأثرش في مين؟ ما بيأثرش في اللي بعده. يعني على سبيل المثال لو انا جيت عملت له قلت له الاينمنت كريشن تولز الار دي 1 وبقول له حتى حط لنا الليبلز وبقول له اوكي، وابتدي اعمل فيكسد. طبعا الفيكسد ده مجرد ما انا بدي له ثلاث نقاط بيرسم لي كيرف تمام. ولو جيت انا قلت له انا عايز اعمل فيكسد لاين ما بين النقطه دي على سبيل المثال وما بين النقطه دي، زي ما شايفين اول حاجه قال لي ايه لو انا وقفت على المثلث الاصفر، قال لي تانجنسي فيوليتد. يعني ايه تانجنسي فيوليتد؟ يعني الخط اللي انا رسمته دلوقتي ده رغم ان هو دلوقتي مسار واحد، ولكن الخط اللي انا رسمته دلوقتي ده غير مماس مع خط الكيرف اللي قبل منه. طب لو انا حبيت اغير الكيرف هل الخط ده هيتغير ولا لا؟ لو انا غيرت الخط زي ما انتم شايفين الخط منفصل تماما عن مين؟ عن الكيرف اللي قبله.
الخط منفصل تماما عن الكيرف اللي قبله. طب في الحاله دي انا اعمل ايه لو انا عايز اخلي الخط بتاعي يبقى في نفس الوقت مماس، وفي نفس الوقت لو انا غيرت في الكيرف حتى هنا يتغير هو مباشره معايا؟ يبقى نختار النوع الثاني. ما دام انت عندك عنصر مرسوم في الرسمه، في الحاله دي انا عندي عنصر مثلا الكيرف اللي موجود في الرسمه دي، بدل ما بختار فيكسد بختار حاجه اسمها فلوتنج. فالفلوتنج هنا بقول له هو انا عايز فلوتنج لاين، عايز خط فلوتنج من كيرف اند بالطول باللينث. فبقول له ادي الكيرف، يبقى هو هيجيب لي الاند مباشره ويقول لي الطول كام، اقول له مثلا كام على سبيل المثال 100 متر، وبقول له انتر. زي ما انتم شايفين رسم لي الخط وعمل لي المماسيه بتاعته. وفي نفس الوقت لو انا غيرت الكيرف بتاعي في اي وقت، على سبيل المثال هغير الكيرف اكبره شويه، زي ما انتم شايفين الخط مباشره بيتغير معايا وبيحافظ على المماسيه بتاعته في كل ايه في كل وقت، لان دلوقتي العنصر الخط اللي موجود ده مرتبط بالكيرف اللي ايه مرتبط بالكيرف اللي قبله. يبقى لو انا بنسب عنصر جديد في الرسم ومفيش اي تفاصيل فبرسمه فيكسد، وبعدين اي عنصر متصل بيه ببتدي اعمله يا اما من خلال الفلوتنج، وطبعا عمليه الفيكسد والفلوتنج والفري الثلاثه دول موجودين في الكيرف وفي الخط المستقيم، يعني هنا في الخط المستقيم وهنا في الايه في الكيرفات. لو عندي عنصرين عايز اربط ما بينهم يبقى بستخدم الفري، لو عندي عنصر وعايز اطلع منه واكمل يبقى انا هستخدم الفلوتنج، ولو عنصر مش موجود اساسا هبتدي من جديد يبقى بستخدم مين؟ بستخدم الفيكسد. تمام كده؟ دي التلات عناصر اللي موجوده معانا. ففي الحاله دي انا عايز ابتدي اعمل خط مستقيم على سبيل المثال، الخط ده بيربط ما بين النقطه دي وما بين نقطه البي اي وما بين النقطه الثالثه، بحيث يجاون لي خط مستقيم، وبعدين هبتدي انا اعمل حاجه في النص ما بينهم هنا اللي هي المنطقه اللي هي منطقه الكيرف والسبايرال ما بينهم. طيب اول حاجه يبقى انا هبتدي اقول له الاينمنت، الاينمنت كريشن تولز، وبقول له عايز اللي ايه الستيشن ميجر اند ماينور، وببتدي اعدلها بس اقول له انا عايزها كل كام؟ كل 100 متر وكل 25، وهقول لكم بعد كده ازاي نقدر نعدلهم بشكل ابسط، وبقول له اوكي. فبيقول لي انت عايز ترسم ايه؟ ففي الحاله دي انا هقول له تانجنت تانجنت نو كيرف، او ان انا كنت ممكن اقول له هنا فيكسد لاين هبتدي منه وبعدين فيكسد لاين تاني. ففي الحاله دي هقول له تانجنت تانجنت نو كيرف، تمام؟ فمن النقطه دي طبعا المفروض بدخله الاحداثي، بكتب له الاحداثي كما هو موجود، بس اختصارا لوقت انا هكتب بس ايه هعمل كليك هنا. الاحداثي اللي موجود هنا هبتدي اكتبه انا اللي هو 5 6 1 2 0 9.93 مع 2 7 0 6 1 6 1.874، تمام؟ وبعدين اخر نقطه المفروض برضه بكتب له الاحداثي، ولكن اختصارا معلش للوقت هكتبها ايه هحطها مباشره وبقول له هنا. حلو، دلوقتي هو رسم لي خطوط مستقيمه ما بين هنا وما بين هنا، ولكن انا عندي المنطقه دي فيها مجموعه تفاصيل. ايه هي مجموعه التفاصيل دي؟ التفاصيل دي بيقول لي والله ان عندي الكيرف بتاعي هنا 40 وعندي سبايرال ان 40 وسبايرال اوت 15 7 6 كام 26. طيب ففي الحاله دي هبتدي اختار، هل هختار من هنا او من هنا؟ هنا انا ما عنديش السبايرال اساسا، وهنا برضو نفس الشيء ما عنديش السبايرال. السبايرال اللي هم الثلاثه التانيين دول، انا عندي هنا الخط، لو عندي خط بسبايرال ابتدي اشتغله من هنا، لو عندي كيرف بسبايرال ببتدي اشتغله من هنا، ولو هنا عندي بقى ايه العمليات الاكثر ايه الاكثر تقدما في السبايرال، لو سبايرال منفصل او سبايرال ما بين خطين او ما الى ذلك. يبقى انا يا اما هستخدم خط في حيث لو انا برسم خطوط فقط، هنا كيرفات فقط، هنا خطوط مع سبايرال وهنا كيرفات مع سبايرال وهنا السبايرال ايه بحالته ايه كامله. ففي الحاله دي انا عايز ايه؟ عايز كيرف مع سبايرال. طيب بنشوف الحاله اللي تمشي معانا ايه؟ يعني مثلا عندي هنا بيقول لي ايه والله في اختيار اللي هو الفري سبايرال كيرف سبايرال كيرف سبايرال بتوين تو انتيتيز، يعني ايه هيعمل لي سبايرال؟ السبايرال يعني منحنى انتقالي، منحنى انتقالي ما بين الخط المستقيم وما بين الكيرف، او ما بين الكيرف والكيرف، عشان تبقى عمليه انسيابيه ايه انسيابيه الحركه على الطريق نفسه. فبقول لي هنا السبايرال كيرف سبايرال، يعني انا هعمل سبايرال بدايه وبعدين الكيرف وبعدين سبايرال بتوين تو انتيتيز، يعني ما بين عنصرين موجودين. وزي ما انتم شايفين كاتب ايه؟ كاتب فري. فري معنى ذلك ان لازم يكون في عنصرين، عنصر قبل وعنصر ايه وعنصر بعد، لكن فلوتنج انا هيحتاج بس عنصر في الاتجاه يا اما اللي قبل يا اما اللي بعد. ففي الحاله دي هقول له سبايرال كيرف سبايرال بتوين تو انتيتيز، فبيقول لي العنصر الاول فين؟ دايما بيبقى عينينا على الكوماند لاين تحت، فبقول له العنصر الاول اللي هو ده، بيقول لي العنصر الثاني فين؟ فبقول له العنصر الثاني اللي هنا، بيقول لي اكتر من 180 ولا اقل، عاده بتبقى اقل الزاويه زاويه الحل، تمام؟ فبيقول لي الكيرف هنا الريديوس بتاعه كام؟ نرجع للجدول، فالجدول هنا بيقول لي 40 فبكتب له 40 وانتر. بيقول لي السبايرال ان لينث اللي هو اللي هي الاي بتاعتنا او السبايرال ان الان بتاعنا كام؟ فبقول له هنا 40، تمام كده؟ والسبايرال اوت ساعتها هو 15.625 وبقول له انتر انتر. طيب نشوف كده الرسمه بتاعتنا، ادي الرسمه بتاعتي لو انا ضغطت هنا وقلت له وريني التفاصيل. فالبرنامج بدا يقول لي والله انت عندك في الاول خالص
فيكسد لاين وفي الاخر خالص فيكسد لاين، ولكن ما بينهما عندك ايه زي ما انتم شايفين هو بيكتب النوع هنا، ادي السبايرال سوري التايب بتاعتنا هنا، انا عندي سبايرال كيرف سبايرال تمام، وكاتب لي التفاصيل بتاعتي هنا، ادي الراديوس بتاع الكيرف بتاعي كام، وفي حاله السبايرال قال لي الطول هنا اللي داخل كام واللي خارج ايه واللي خارج كام، وببتدي طبعا العمدان دي زي ما احنا قلنا بنعمل كليك يمين وبنقدر نزود اي عمدان احنا ايه عايزينها بحيث ان جبنا التفاصيل بتاعتنا عباره عن ايه تمام. يبقى انا كده قدرت رسمت الالاينمنت بتاعي من خلال العناصر اللي مكتوبه، سواء العناصر دي موجوده مثلا في ملف بي دي اف او موجوده على اللوحه زي ما احنا شايفينها كده، وفي نفس الوقت لو احنا باصين هنلاقي ان الخط طبعا ايه نفس الخط الايه السفلي اللي تحت منه اه نفس الايه نفس الخط اللي مرسوم تحت منه مباشره. طبعا على هذا المنوال طبعا في كذا مثال ممكن ايه ممكن تشتغلوا ايه تشتغلوا عليه. ده في حاله لو انا حبيت ارسم بالتولز، فالتولز زي ما احنا شايفين يبقى في عندنا فيكسد وفلوتنج وفري، وللعلم الثلاثه دول بيجي سؤال فيهم في الامتحان ايه الفرق ما بينهم. برضه انا بديكم اسئله امتحانات اهي. فعندنا احنا هنا وات الفيكسد والفلوتنج فري، عرفنا ان الفيكسد ده بيبقى عنصر غير متصل بحد قبله او بعنصر قبله او عنصر بعده، الفلوتنج لازم يبقى متصل بطرف من الطرفين سواء قبله او بعده، والفري لازم يكون متصل بالطرفين الطرف اللي قبله والطرف ايه والطرف اللي بعده تمام. لو حبينا في اي وقت اللي احنا نلغي جزء من المسار بنبتدي نضغط على الايقونه دي اللي هي ايه ديليت سب انتيتي. سب انتيتي لان هيلغي لي عنصر واحد بس من المسار مش المسار كله تمام. فلو ضغطت هنا وقلت له والله انا عايز الغي المنطقه اللي في الاخر هنا ببتدي اعلم عليها. هو طبعا عشان شايف الخط الكاد الاول اشيل خط الكاد استاذنكم اهو، بقول له ديليت للعنصر اللي في الاخر ده وبقول له اوكي، يبقى لغى لي فقط الخط المستقيم اللي كان ايه اللي كان في الاخر. حبيت اضيفه ببتدي انا اقول له والله انا عايز اعمل فلوتنج لاين، فببتدي على الفلوتنج لاين تمام وبختار العنصر بتاعي فبيقول لي الطول كام، فساعتها انا مش فاكر هحط له كام، انا اقول مثلا 15 متر وانتر بدا ايه يعملها لي. حبيت تعدل الطول ممكن بتعمل اكستند من هنا او بتطول الطول بتاعك من هنا الطوله دي ال 15، فهقول له لا خلوني مثلا 25 متر اوكي زي ما انتم شايفين بيطول على هذا الاساس تمام. يبقى ممكن انا اعدل من هنا او اعدل من الويندو بتاعتي اللي موجوده ايه اللي موجوده هنا. دي كده احدى طرق رسم مين رسم المسارات تمام. هنضغط هنا ونقول له شكرا. هنبتدي نشوف في حاله لو انا عندي مسار مرسوم زي مثلا زي كده، انا عندي مسار مرسوم اوريدي وانا مش عايز ايه عايز احوله من كاد لايه لسيفل، من كاد لسيفل. هنشوف ايه طريقه التحويل ايه وايه عيوب اللي إيه؟ عيوب التحويل. بس تاكيدا كده الصوت وصل عند الناس تمام ولا ايه؟ تمام واحد يعني تمام. طيب نبتدي نشوف حاله العنصر ده. انا عندي عنصر زي ما احنا شايفين كده عباره عن خطوط تمام وشويه كيرفات كده، وعايزين نحوله من كاد لسيفل. عمليه التحويل لو انا جيت هنا طبعا نتاكد هنا ايه المفروض هل معانا الاستايلات بتاعتنا ولا الاستايلات رايحه، لا زي ما احنا شايفين عشان ده ملف كاد فما فيهوش استايلات، فنبتدي مباشره نعمل ايه زي ما تعودنا ناخد كوبي من الملف اللي موجود هنقول له كنترول سي وبنفتح لوحه جديده وبنقول له بيست اوريجينال كوردينيت بينزل لنا ايه الملف زي ما احنا شايفين كده تمام. اول شيء ببتدي ادخل على قائمه الاينمنت، فالمره دي بقى مش هقول له الاينمنت كريشن تولز، لا هقول له الاينمنت كريت الاينمنت فروم اوبجكتس من عناصر موجوده تمام. ومجرد بضغط عليها فبيقول لي ايه هي العناصر دي، فببتدي اتعلم عليها، او اللي انت لو هي عناصر منفصله زي كده زي ما احنا شايفين هتقعد بقى تضغط على واحده واحده، او يفضل في الحاله دي اللي انت تعمل ايه تعمل جوين للعناصر دي، تعلم عليها مثلا على سبيل المثال كده وتقول له جوين تمام كده خلاهم لك. طبعا لو مفصول زي ما احنا شايفين كده احيانا بيتحول حاجه اسمها الاس بي لاين، وده اللي يفضل ان انت ايه تتعامل معاه. ففي الحاله دي نعمل ايه هنا كنترول زي كنترول زد كده تمام، ونتاكد ان العنصر بتاعنا كله الليفلات بتاعته زيرو. ادي هنا في بلوك ريفرنس ايوه نشوف البلوك ده فين، والارك زيرو والبولي لاين البولي لاين كان مناسيبه مختلفه فعشان كده اختلف، فبنقول له ايه كلها زيرو تمام. وفي نفس الوقت نبتدي نعمل جوين مجموعه مجموعه، حتى هو هنا عمل اس بي لاين برضه نفس الشيء كنترول زد 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 ايوه كان اساسا اس بي لاين ولا ايه يا ولد. طيب جوين نفس الشيء، يبقى في حاجه واخده مناسيب
طيب عشان ما نضيعش من الوقت اكتر هنبتدي نختار احنا العناصر دي مباشره على الالاينمنت، الالاينمنت فروم اوبجكتس، تمام كده. وبختار له العناصر بتاعتي زي ما احنا شايفين كده، مثلا على سبيل المثال طبعا هو يفضل طبعا كانت كلها ايه بولي لاين واحد، ده وده وده مبدئيا، والخط المستقيم ده، وبقول له انتر. فبيقول لي الاتجاه بتاعك اتجاه الحركه زي ما انتم شايفين مع الاسهم كده، فبقول له اوكي. لو الاتجاه الحركه معكوس فبنضغط له على كلمه ريفرس هنا يعني عكسها لي، ففي الحاله دي انا بقول له اوكي مفيش مشكله لان انا عندي البدايه من هنا ومتجه ناحيه الشمال، وبقول له اوكي. فبيطلع لي الويندو بتاعتنا، فبيقول لي الالاينمنت بتاعك هيبقى اسمه ايه كالعاده ار دي 01 مثلا، نوعه ايه سنتر لاين، وهل عايز الستايل بتاعه ايه وعايز كتابات عليه ولا لا. ولكن في اوبشن موجود معانا هنا ما كانش موجود قبل كده، اللي هو بيقول لي ايه، بيقول لي اد كيرفز بتوين تانجنتس، يعني اعمل لك كيرفات ما بين الخطوط المستقيمه، فبقول له لا ما تعملليش حاجه. وبيقول لي اريز اكزيستنج انتيتيز، يعني العناصر اللي موجوده دي اعمل لها اريز ولا لا. ففي الحاله دي برضه بقول له ايه، بقول له لا عشان انا عايز العناصر دي، وبقول له ايه، وبقول له اوكي. زي ما احنا شايفين بدا هنا نعمل ار اي، بدا مباشره يعمل لي مين، يعمل لي المسار بتاعي من الخطوط اللي كانت موجوده، وفي نفس الوقت طلع لي شويه الانديكيشنز او العلامات دي. لو وقفنا على اي علامه فيهم بيقول لي ايه تانجنسي فيوليتد، يعني ايه، يعني هنا الخط ما فيهوش مماسيه، ما فيهوش ايه مماسيه ما بين ايه ما بينهم وما بين بعضهم، تمام. لو عملت ار اي وانتر، ونفس الشيء لو احنا ضغطنا هنا زي ما انتم شايفين، انا عندي هنا ده خط مستقيم، وبعدين عندي شويه خطوط مستقيمه صغيره صغيره صغيره، وبعدين عندي كيرف، تمام. وزي ما انتم شايفين ان الايرور ظهر عندي ما بين الخط المستقيم الاخير ده والكيرف هنا، ونفس الشيء ما بين الخط المستقيم والكيرف، نفس الشيء قدام هنا. لو عملنا زوم هنلاقي برضو الايرور ظاهر لي هنا والايرور ظاهر لي هنا. سؤال، هل الايرور ده اجباري اللي انا اصلحه؟ لا، الايرور مش اجباري اللي انت تصلحه، هو بس كل ما هنالك ان طبعا هو يفضل طبعا ان انت تصلحه، ولكن لو انت حبيت على نفس الوضع اللي جاي لك ده انت مش هتقدر تغير فيه، ممكن تتعامل معاه كده. ولكن احنا هنشوف طريقه تانية احسن لعمليه ايه تحويل المسار من كاد لزيبل، زي ما احنا هنشوف ايه نشوف دلوقتي ان شاء الله. فدلوقتي اول مشكله ظهرت لي ان بيظهر لي ايرور زي كده، دي المشكله الاولى. المشكله الثانيه ان انا عندي المفروض المنطقه زي ما انتم شايفين المكسره الصغيره دي هو منطقه سبايرال، ولكن هو شافها عباره عن خطوط مستقيمه كتير. لو انا حتى بصيت هنا وقلت له جيومتري اديتور وقلت له وريني عناصر الرسم اللي عندك، فهو زي ما انتم شايفين شافها لاين 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 لاين، وبعدين لاين وكيرف ولاين، وبعدين لاينات كتير قوي، وبعدين لاين وكيرف ولاين. رغم ان هو المفروض ما بيكونش كده، هو منطقه كل اللاينات اللي قبل الكيرف دي كلها عباره عن ايه؟ كلها عباره اللي هي المجموعه دي كده، لو احنا بصينا من اول هنا لحد هنا، المجموعه دي كلها كانت عباره عن سبايرال، ولكن هو ما شافش سبايرال، ما شافش السبايرال بتاعه، تمام كده؟ فلا يفضل ان احنا نحول المسار مباشره من كاد، خاصه لو في سبايرال. لكن لو خط مستقيم مع كيرفات مفيش مشكله، لكن لو خط مستقيم مع كيرفات وفي ما بينهم سبايرال اللي هو المنحنيات الانتقاليه لا يفضل تماما عمل كده. ليه؟ لان حتى لو جينا بعد كده وحبينا نحسب السوبر اليفيجن هيبتدي يعتبر لي كل خط من الخطوط دي خطوط منفصله وهيطلع لي الداتا غلط. فبالتالي ونفس الشيء لو احنا عملنا بعد كده نعمل تقرير على سبيل المثال، هنقول له في التول بوكس وجينا في الريبورت وقلنا له في الالاينمنت وعملنا اللي هو الستيشن كيرف تقريبا ستيشن اند كيرف، وبقول له اوكي طلع لي كده المسار، او زي ما انتم شايفين طلع لي هنا قال لي تانجنت 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 تانجنت، كلها خطوط مستقيمه خطوط مستقيمه، وبعدين جاب لي الكيرف، حين زي ما قلنا المنطقه دي كلها عباره عن منطقه ايه سبايرال مش خطوط مستقيمه. فبالتالي لا يفضل التحويل مباشره كما عملناه، ولكن لو التحويل ما بين خط مستقيم وكيرفات، يعني المسار بتاعي خط مستقيم وكيرف فقط، يبقى ما فيش ايه ما فيش مشكلة، تمام؟ في عندنا مشكلة في الصوت؟ في مشكلة في الصوت؟ الصوت تمام؟ طيب على بركة الله. طيب الأفضل بقى اللي احنا نعمل إيه؟ طبعًا هنتعب شوية في الموضوع، ولكن العملية هتبقى أسهل إن شاء الله بعد كده. زي ما أنتم شايفين أنا عندي هنا الخط، أدي الخط المستقيم، وعندي منطقة السبايرال زي ما أنتم شايفين متجمعة مع بعض كده، وأدي خط الإيه؟ الكيرف. اختار الكيرف، اعمل كليك يمين واقول له سيلكت سيميلر، تمام كده اختار لي كل الكيرفات اللي على المسار، وابتدي غير لونها على سبيل المثال، نعمل معلش تاني اختيار ليها، تقول له سيلكت سيميلر وتغير اللون بتاعها مثلا اللون اصفر، حلو. ونفس الشيء عندك المناطق السبايرال اعمل عليها سيلكت سيميلر وتختارها تخليها لونها مثلا ايه لونها ازرق، حلو. يبقى انا كده صنفت الثلاث اصناف اللي عندي اللي موجوده في الخط، خط مستقيم وعندي سبايرال وعندي ايه وعندي كيرف، تمام. يفضل بقى هنا نعمل الاتي،
نبتدي نقول انا عايز اعمل مسار جديد. احنا طبعا زي ما قلنا هنتعب شويه في المسار، ولكن هيدينا ايه؟ هيدينا نتيجه افضل واحسن بكتير من الايه، من الطريقه العاديه. هبتدي اقول له والله انا عايز اعمل المسار اللي هو الار دي 01، وزي ما انتم شايفين الجزء اللي تحت هنا مختفي معايا لان انا بعمل مسار من جديد، وهبتدي احط المسافات بتاعتنا او الكتابات بتاعتنا على الرسم، تمام؟ وبقول له ايه؟ وبقول له اوكي. فبيقول لي انت هتبتدي منين؟ فبقول له والله انا عايز اشتغل كلها خطوط مستقيمه، تانجنت تانجنت، تمام كده؟ مجرد ما ببتدي اختار تانجنت تانجنت، ممكن اختار من هنا مباشره في حاله لو انا عندي نقطه التلاقي الخطين مع بعض، ابتدي تانجنت تانجنت. ما عنديش، هبتدي اعمل ايه؟ فيكسد لاينز، فيكسد لاين، خطوط مستقيمه. هبتدي اخد من هنا واوصل لحد نهايه الخط المستقيم وبقول له انتر. زي ما انتم شايفين رسم لي الخط بتاعي، وفي نفس الوقت كتب لي الكتابات عليه. حاجه ابتدي اقول له خط مستقيم تاني من النقطه دي لحد النقطه دي، وبضغط انتر. لو احنا ضغطنا على الالاينمنت بتاعنا دلوقتي، زي ما انتم شايفين الالاينمنت بتاعي بدا من هنا لحد هنا، وبعدين من هنا لحد هنا. المنطقه اللي في النص ما فيهاش الالاينمنت، ما فيهاش مسار، فبالتالي زي ما انتم شايفين الكتابات وقفت لحد هنا مش مكمله. ليه؟ لان ما دام الخط الالاينمنت مش متصل هتلاقوا ان الكتابات خلاص انفصلت كده. ولو جينا بصينا هنا مش هنلاقي القسم الثاني اللي هو الخط الثاني، رغم ان الخط الاولاني موجود اهو والخط الثاني مرسوم، ولكن عشان مش متصلين فما بتبانش البيانات بتاعته. فلازم ناخد بالنا دايما من الجزئيه دي، لان احيانا بيبقى الالاينمنت كده وفي منطقه جاب بسيطه بين الخط ده والخط ده مثلا وما بتبقاش باينه. فبالتالي لازم تبقى عينك دايما فين؟ عينك دايما في الشاشه دي عشان تتاكد ان الخط اتصل. طب الخط هيتصل ازاي لما نحط الداتا اللي في النص اللي هنا؟ في الحاله دي انا هبتدي برضه اقول له فيكسد لاين تاني من الخط من النقطه دي لحد النقطه دي، وبضغط ايه؟ وبضغط انتر. حلو. واخيرا اخر خط مثلا اللي هو من هنا لحد هنا وانتر. طبعا احنا من المفروض بنكمل كل ايه؟ كل البروجكت بتاعنا او المشروع بتاعنا الخطوط المستقيمه انا في رايي يعني. واقول له اختار له زي ما احنا شايفين، لو احنا بصينا الاختيار اللي انا مختاره ادي اختار الجزء الاولى هنا، الجزء الاول هنا، الجزء الثاني، الجزء الثالث، والجزء ايه؟ والجزء الرابع. ولكن فعليا هو شاف ايه؟ جزء واحد فقط، لانه ايه؟ لانه مش متصل. تمام. طيب هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اشوف انا بقى عندي منطقه السبايرال دي طولها كام. هنا على حسب الطول عندي الطول 17 متر، تمام؟ يبقى السبايرال ان 17 والسبايرال اوت 17، وعندي الخط الكيرف اللي موجود ده الريديوس بتاعه كام؟ الريديوس بتاعه 100. يبقى هبتدي اقول له والله انا عايز اعمل، هاجي هنا واقول له فري سبايرال، سبايرال كيرف سبايرال بتوين تو انتيتيز، وبقول له العنصر الاول اللي هو العنصر ده، طبعا هو ممكن مش شايفه عشان الخطوط دي ار انترمنتين، وبعدين الخطوط الحمراء دي بقول له سيلكت سيميلر والغي لي الخطوط الحمراء. طيب هبتدي هنا اقول له انا عايز اعمل سبايرال كيرف سبايرال بتوين تو انتيتيز، ادي العنصر الاول وادي العنصر الثاني، تمام؟ والزاويه اقل من 180، الكيرف بتاعي كان 100 تقريبا، والطول الداخل 17 والخارج 17، وبقول له انتر انتر. زي ما انتم شايفين لو احنا بصينا عملنا ار اي، تمام، وجينا على الخط بتاعنا هنلاقي الخط بتاعنا مباشره فوق الخط الاساسي، وفي نفس الوقت ما طلعليش ايرورز هنا، وفي نفس الوقت كمل لي الداتا من اول هنا لحد النهايه هنا، لحد نهايه الخط المستقيم الثاني، يعني كده اتصل. ولو بصينا في العناصر بتاعت الطريق بتاعتنا هنلاقي العنصر الشاف هو قال لي عندك خط في الاول، وبعدين عندي سبايرال كيرف سبايرال، وعندي خط في الاخر خالص. يبقى كده حقق لي مين؟ حقق لي التصميم الفعلي مظبوط، اعطاني ما اعطانيش اي ايرورز موجوده. في نفس الوقت لو انا حبيت اعمل تقرير على الوضع اللي موجود وبقول له اوكي اوكي، زي ما انتم شايفين طلع لي هنا قال لي التانجنت، وبعدين السبايرال بتاعتي الداتا ايه، وبعدين الكيرف بتاعتي الداتا ايه، والسبايرال الثاني الداتا بتاعته ايه، والتانجنت الاخير ايه. يبقى كده هيطلع لي تقرير مظبوط. لو انا حبيت احسب السوبر الفيجن هيطلع لي الداتا بتاعته مظبوطه، في نفس الوقت ما طلعليش اي ايرورز موجوده على الرسم، معنى ذلك ان الشغل بتاعي ايه؟ الشغل بتاعي سليم. نفس الشيء هبتدي اعمله في اللي بعده مباشره. هنا الطول عندي 50 متر، الراديوس بتاعي هنا 20، والطول هنا كام؟ والطول هنا 50. يبقى برضه هقول له هنا ادي سبايرال كيرف سبايرال، ادي ما بين الخط ده وما بين الخط ده، احنا قلنا اقل من 180، تمام؟ الكيرف كان، والله نسيت الكيرف كان كام، معلش انا اسف، نرجع تاني. الكيرف 200 والطول هو ال 50، ماشي. يبقى سبايرال كيرف سبايرال بتوين تو انتيتيز، ادي العنصر الاول، العنصر الثاني، اقل من 180، الكيرف بتاعي 200، والان 50 متر، والاوت 50 متر، انتر انتر. زي ما انتم شايفين كملها لي واعطيني ايه؟ نفس الداتا التفصيليه بتاعت ايه؟ بتاعت الشغل بتاعنا. كمل الخط من البدايه لحد فين؟ لحد النهايه، تمام. ولو بصينا في الداتا بتاعتنا هنلاقي اهو
ادي الخط المستقيم والخط المستقيم والخط المستقيم، هو عندي ما بينهم مين سبايرال كيرف ايه سبايرال. يبقى كده طلع لي الداتا سليمه، ابتدي بعد كده اكمل المشروع كله على هذا ايه على هذا الاساس. تمام. لو عندكم بقى انواع ثانيه مثلا على سبيل المثال في بتيجي منطقه مثلا هنا زي كده، ادي سبايرال كيرف سبايرال كيرف سبايرال، يعني مجموعه حاجات دي احنا ممكن حتى نحلها سريعا. انا هعمل خط مستقيم من النقطه دي لحد النقطه دي، تمام، وابتدي اعمل خط مستقيم تاني من النقطه دي لحد النقطه دي. ايوه احنا مش واقفين في النهايه، تمام. طيب يبقى احنا عندنا هنا ايه، وهنا برضو نفس الشيء، احنا مش واقفين في النهايه استاذنكم، نقف بس في النهايه. طيب يبقى انا عندي هنا سبايرال طوله 50 متر، وبعدين كيرف الريديوس 250 استاذنكم بس اكتب، وبعدين عندي هنا سبايرال تاني عباره عن 50 متر، وبعدين سبايرال تالت حلو كده اللي هو طوله 29 متر .039، وبعدين كيرف ماشي اللي هو الكيرف ده عباره عن ريديوس بتاعه 1350، واخر حاجه خالص السبايرال الصغير اللي هنا ده طوله 23 متر. حلو. طب في الحاله دي نقدر نستخدم ايه؟ ممكن بقى نستخدم الحاجات الاكثر ايه الاكثر تقدما شويه، اللي هي عندي ميزه، انا عندي هنا الكيرف الاول والكيرف الثاني كيرف عكسي، يبقى ابتدي اختار من هنا واقول انا عايز ايه ويز ريفرس كيرف، اهو عندي سبايرال كيرف سبايرال سبايرال كيرف سبايرال، يبقى نفس الحاله بتاعتي بتوين تو تانجنت، تمام كده. يبقى هيجيب لي سبايرال كيرف سبايرال ده الجزء الاول، وبعدين الجزء الثاني سبايرال كيرف سبايرال بتوين تو تانجنت، يعني ما بين خطين مستقيمين، فابتدي اقول الخط المستقيم الاول اللي هو ده والخط المستقيم الثاني اللي هو ده، تمام. فبيقول لي الراديوس بتاع الكيرف الاولاني كام، ففي الحاله دي الراديوس كان 250، الطول الاول كان كام، كان 50 متر، الطول الثاني 50 متر، وبعدين بيقول لي الراديوس الثاني كام، فبقول له الراديوس الثاني كان 1350، السبايرال بتاعه كان طوله 29.039، والاخير 23 متر، بقول له انتر، وبيقول لي هنا الانكومينج بوينت، فبقول له انا عايز عند تقريبا النقطه، مش جايب النقطه دي لينس، ممكن نديله لينس طول، بحيث لو انا عندي طول او انكومينج لينس. بصوا احنا ممكن نختار له حاجه على الرسم، لان هو احنا ما جبناش الطول. المهم لو احنا كتبنا له تقريبا او كيرف تاني بارامتر ثرو بوينت على النقطه دي، لا هو يفضل ان احنا نديله الطول، لان هو كده ما جابش الكيرف صح، يفضل ان احنا نديله الطول. هيبتدي ايه لو اعطينا له الطول بتاع كيرف منهم اللي هو الكيرف ده طوله على سبيل المثال، بسم الله الرحمن الرحيم، طول الكيرف اهو 270.893، وبرده الكيرف التاني نشوف طوله كام، 714.704، تمام كده. نبتدي نشوفها تاني كده تظبط معانا ان شاء الله. ادي العنصر الاول، ادي العنصر الثاني، الريديوس بتاع الاولاني 250 متر، الطول 50 50، وبعدين الريديوس الثاني 1350، عندي الطول 29.039 مع 23 متر، حلو كده. وبيقول لي اللينث الطول بتاعه كام، اللينث بتاع الخط الطول الاولاني اللي هو 270.893، وبضغط له انتر، فبيقول لي كانت سولفت، يبقى ممكن في رقم من الارقام اللي احنا عملناها مش سليم، او ثرو بوينت بارامتر طول الكيرف الثاني، طيب 714.704 وانتر، نفس الشيء ثرو بوينت هنا ونقول له ار اي ونقول له انتر، هو ظبطها بالثرو بوينت اللي هو من خلال ايه؟ من خلال نقطة اللي احنا اعطينا له بس نقطة على الخط نفسه، وبدأ ايه؟ بدأ يظبط ايه؟ يظبط معانا، جايب النتيجة سليمة. طيب تمام، يبقى كده احنا عملناه اهو زي ما احنا شايفين. طبعا الخط اللي بره دوت اللي هو الخط بتاع الستايل نفسه، في الحالة دي احنا ممكن بس بنعدل الستايل بتاع الخط نفسه، الالاينمنت، وتيجي في الديسبلاي والاكستنشنز والارز مش عايزينها، لا احنا مش عايزينهم، الخط هنا ولا هنا، والسبايرال السبايرال نفسه عايزينه، كيرف اكستنشن مش عايزينه،
ابلاي برول. اوكي طيب، يبقى ده كده الستايل بتاعنا. ادي الكيرف بتاعنا، حقق هنا سليم وعمل لي الاثنين سبايرال. طبعا هو مش هيبان معايا في التفاصيل الا لما اوصل دوت بمين، اوصل لده تمام. طيب كده مش هيبان معايا فين في التفاصيل بتاعتنا، ولكن لو وصلناهم هيبتدي يظهر معايا، لان زي ما شايفين الكتابات وقفت لحد هنا، لان احنا موصلين بس لحد ايه، لحد هنا. دي كده طرق سريعه برضو ان احنا نرسم من خلال ايه، من خلال بدل التحويل من الكاد، لا بنرسم كده بالطريقه ايه، بالطريقه دي. طيب في من ضمن الحاجات زي ما قلنا، طبعا اهم شيء لازم عشان نبقى متابعين، لو المسار فيه فاصل كده يبقى مش هيبان معانا في الجدول بتاعنا، ولا هيبان معانا في التقارير، ولا هيبان معانا كتابات عليه. نبتدي نقفل هنا، نرجع بقى ايه، نرجع لفاصل بسيط ما بين بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ده بروفايلز الاينمنتس، ده خلاص خلصناه عشان يبقى كده بالترتيب ماشيين مع بعض. الشاشة دي برضو مش عايزينها، الستيك اوت ده خلصناه برضو. قبل ما نبتدي بقى في السوبر، انا عايز بس اوريكم الفاصل او ايه الفرق ما بين النوعين بتوع الالاينمنت. دلوقتي الالاينمنت اللي احنا بنرسمه، لما بنيجي نرسم حتى الاينمنت جديد، لو مثلا قلنا الاينمنت، الاينمنت كريشن تولز، بيقول لي نوعه ايه، سنتر لاين ولا ريل. ايه الفرق ما بين السنتر لاين مثلا وبين الريل؟ الريل طبعا اثناء ما انت بتعمل الريل بيدي لك معايير الريل نفسه. مثلا هختار الريل وبقول له الديزاين كارتيريا، هقول له السرعه بتاعتي مثلا 100. ولو جيت بصيت هنا بقى في منطقه التصميم هيقول لي والله انت عندك هنا المتريك ريل كانت ديزاين ستاندر، يبقى هياخد لي مين؟ هياخد لي الريل ديزاين. اما في الحاله لو هو سنتر لاين عادي فبيعتبره طريق، فساعتها بيديني مين؟ بيديني الاكواد الخاصه بالطرق. يبقى دي كده اول اختلاف ما بين الاثنين، بحيث لو هو خط عادي او سوري سنتر لاين عادي هيديني الاكواد الخاصه بالطرق، بحيث لو هو ريل هيديني الكود الخاص بمين، الخاص بعمليه الايه، بعمليه الريل. حلو كده. طيب دي اول اختيار. ثاني اختيار طبعا هو اي خط او اي مسار تقدر تغير له النوع بعد ما تعمله. حتى يعني مثلا عملت الطريق دوت، مجرد ما انت بتختاره تعرف مين مباشره ان هو سكان ده ريل او ده خط ده سنتر لاين. هنا زي ما انتم شايفين ما دام ظهرت لك كلمه سوبر الفيجن، معنى ذلك ان ده ايه، ده طريق، ده معمول على اساس ان هو سنتر لاين طريق. لو انا جيت هنا في الالاينمنت واتاكدت هيقول لي والله انت نوعك سنتر لاين. زي ما انتم شايفين عندي هنا التاب اللي هو بتاع ديزاين كارتيريا. حلو، مجرد ما انا هغير النوع هنا على سبيل المثال وهقول له ريل، طبعا بيطلع لك ويندو خد بالك الحاجات اللي انت حسبتها او الديزاين كارتيريا دي ما تمشيش، فبقول له اوكي مفيش مشكله. مجرد ما قلت له اوكي ظهر تاب جديد زي ما انتم شايفين على اليمين هنا اسمه ريل بارامترز. ده بيديني المسافه ما بين السنتر لاين اللي هو التراك ويدز، عرض التراك، لانه بيختلف شويه ساعات من دوله للتانيه. فالاختيار ده بيجي بس مع الريل. في نفس الوقت الديزاين كارتيريا اللي موجوده دي لازم بتعدلها وبتختار مين الكانت بتاعتك. مجرد ما انا هقول له مثلا اوكي هنا مباشره اتغيرت معايا، ظهرت لي حاجه اسمها الكانت وظهرت لي الريل تولز. هي الريل تولز دي مش هتلاقوها مثلا في الاصدارات القديمه ما قبل تقريبا 2018، لكن الاصدارات الحديثه كلها موجوده فيها ايه، الريل تولز، سواء الكروس اوفر او التيرن اوت او الريل لاينز وما الى ذلك، زائد حاجه اسمها الكانت. الكانت دي زي السوبر الفيجن شويه فين، في الطرق. الكانت لما تيجي حتى تيجي تحسب الكانت دي مثلا كولكوليت، هو الكانت ما فيهوش حاجات كتير، في ثلاث حالات فقط. انت عايز تثبت ايه؟ عايز تثبت النقطه السفليه في المسار، او تثبت النقطه العلويه، او تثبت البيز لاين اللي في النص. تمام كده. بعكس طبعا السوبر الفيجن طبعا في الطريق في حاجات، ايه، حاجات كتير جدا. حلو، يبقى ده من الحاجات الاساسيه الفارق ما بين المسار بتاع الطريق والمسار بتاع الريل. مسار الريل مجرد ما بتختاره بيتحول لك السوبر ده، بيسميه حاجه اسمها الكانت، وبيدي لك الاوبشنز الثانيه بتاعت ايه، بتاعت الريل. اما في الطريق لا، لو انا مثلا غيرت المسار وقلت له لا انا عايزه يبقى سنتر لاين واقول له اوكي، راجع تاني قال لي سوبر الفيجن، وهيبتدي في السوبر الفيجن طبعا بيدينا ايه، بيدينا حالات كتيره لحساب الايه، السوبر الفيجن زي ما احنا شايفين. تمام، ده الفرق الاساسي ما بين الاثنين. طيب ايه هو السوبر الفيجن؟ هو المفروض الميول الجانبيه بتاعتنا في حاله مناطق الايه، مناطق الكيرفات. طول ما الخط مستقيم مفيش مشكله، الخط يمين وشمال، حاجه اسمها النورمال كراون، يعني مثلا الاسلوبات بتاعت الطريق بتبقى يمين وشمال زي ما احنا شايفينها كده. ودي مهمتها عمليه تصريف ايه، تصريف الميه بشكل عام. مثلا عندي هنا الطريق الاستاندر بتاعه مثلا على سبيل المثال 2% بالناقص يمين و2% ناقص ايه، ناقص شمال. حلو، طيب انا عايز ابتدي اتحول من حاجه اسمها نورمال كراون. انا عندي اربع حالات، حاجه اسمها نورمال كراون، ليفل كراون، ريفرس كراون، والفول سوبر. النورمال كراون يعني اليمين زي الشمال ما فيش اي مشكله. الليفل كراون يعني بيبقى طرف من الطرفين
وغالبا لما بيكون المنطقه عباره عن كيرف زي ما احنا مثلا نشوف كده، مثلا دي ده خط مستقيم تمام، وبعدين انا هبتدي كيرف وبعدين خط مستقيم ايه مستقيم تاني. فالكيرف اللي هيتعمل هنا اهو مثلا زي كده، مثلا على سبيل المثال انا عندي الكيرف متجه ناحيه اليمين، معنى ذلك ان الطرف اليسار من الطريق هيبقى العالي والطرف الثاني هيبقى الواطي. ليه؟ عشان قوه الطرد المركزيه لمين؟ للكيرف. فدايما بتشوف سنتر الكيرف فين، يبقى ناحيه سنتر الكيرف هو بيبقى الجنب الواطي من الطريق او الجنب المنخفض من الطريق، وعكس عكس السنتر لاين بيبقى الجنب المرتفع منين؟ من الطريق. فعشان كده انا عندي الكيرف ده مثلا رايح يمين، فزي الكيرف اللي موجود عندنا هنا انا متجه كده وهروح يمين، فكده نقطه سنتر الكيرف موجوده عندي هنا، معنى ذلك ان الطرف اليمين هيبقى منخفض والطرف اليسار هو اللي مرتفع. طيب ففي الحاله دي انا عندي حاجه اسمها النورمال كراون في حاله الخط المستقيم اللي موجود معايا هنا، ما فيهوش مشكله. هيبتدي بعد كده يتحول البرنامج عندي هنا في مرحلتين، المفروض في كتابتين هنا راحوا فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هم اختفوا الكتابات، مفيش مشكله نبص عليهم. حاجه اسمها الليفل كراون وحاجه اسمها ريفرس كراون والسوبر فول سوبر فول سوبر. الليفل كراون ان هي المرحله ان هيبقى عندي الطرف اليسار ما فيهوش سلوبات خالص والطرف اليمين سلوب كما هو تمام. الريفرس كراون هيبقى المرحله ان اليسار اختلف تماما وبقى الكيرف سوري الاسلوب اللي على اليسار هو نفسه اللي على اليمين بس بطريقه منعكسه، يعني هنا بقى زائد 2 وهنا ناقص 2، وبعدين بيتحولوا الاثنين مع بعض يبقوا ايه الفول سوبر بتاعنا 4% مثلا بالزائد و4% بالناقص على حسب الايه القيمه اللي احنا بنحسبها. حلو. طيب عمليه التغيرات دي المفروض هي كان في كتابه ثانيه قبل دي، انا مش عارف لغيتها ولا ايه. زي كده انا لغيتها، معلش انا اسف. اهي عندي حاجه اسمها الران اوت وحاجه اسمها الران اوف. ايه هي الران اوت والران اوف؟ الران اوت دي المرحله الانتقاليه ما بين النورمال كراون والليفل كراون تمام كده، وبعدين الران اوف دي المرحله ما بين الليفل كراون والفول سوبر. المرحله دي بتنقسم الى تلتين والتلت، غالبا بيبقى التلتين بره الخط على الخط المستقيم والتلت جوه الكيرف. يعني ايه؟ يعني زي ما احنا هنشوف بالتفصيل لما نيجي نرسم هنا، يبقى انا عندي الران اوت دي مرحله من اول النورمال كراون لحد الليفل كراون تمام، وبعدين عندي من الليفل كراون لحد الفول سوبر دي بتتسمى الران اوف، والمرحله دي بتتقسم تلتين والتلت، التلتين بيبقوا على الخط المستقيم والتلت الاخير بس من السوبر الفيجن بيخش جوه مين؟ بيخش جوه الكيرف. طب نشوف الكلام ده عملي على على البرنامج نفسه. البرنامج مجرد ما انت بتختار الالاينمنت بيقول لك انا عندي حسابات مين؟ حسابات السوبر. مجرد ما بضغط عليها وبقول له كالكوليت انديتد سوبر اليفيجن، البرنامج اهم شيء عشان تحدد له السوبر لازم تكون انت محدد له مجموعه حاجات قبليها، بتبقى محدد له السرعه بتاعت الطريق بتاعتك كام، ومحدد له ديزاين كارتيريا بتاعتك ايه. حلو كده. وفي نفس الوقت انت عندك الطريق 2 لين ولا 4 لينز بتحددها له، وعندك هنا نوعه هل هو كراوند ولا هو بلانر رودوي. زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت كراوند يعني زي ما احنا راسمينه في 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 القطاع بتاعنا كده، ان انا عندي الطريق الليفل اليمين والليفل الشمال مختلفين عن بعض، لكن هو بلانر هيبقى نفس الشكل ده كده، يعني هو كله بيميل بيميل مع بعضه، يعني كله شمال يعني كله يمين، وده غالبا بيبقى في الرامبات وفي اللوبات. اما في الطرق العاديه بيبقى ايه؟ بيبقى كراوند زي كده. طيب هبتدي اقول له السوبر تمام، وبقول له كالكوليت سوبر ناو، فبيقول لي المرحله بتاعتك عباره عن ايه. ففي الحاله بتاعتنا المرحله بتاعتنا اللي هي الانديفايدد كراون، ممكن بتبقى الانديفايدد بلانر اللي هو ايه زي ما انتم شايفين ان هو هيبقى كله في اتجاه ايه؟ في اتجاه واحد، الميل كله يا اما ميل مع بعضه عكسي، لان هنا مثلا هيبقى ناقص 2 على سبيل المثال. المرحله دي ممكن يبقى ناقص 2 يمين وناقص 2 شمال، لكن في الحاله دي هيبقى ناقص 2 يمين وزائد 2 شمال، يبقى كله بيتجه ايه؟ بيتجه مع بعضه. ففي الحاله دي مثلا على سبيل المثال بقول له انديفايدد، فانت طبعا بتشوف الحاله اللي تناسب معاك الطريق بتاعك ايه؟ بتناسب الطريق. مثلا هنا undivided planner with the median، طبعا الكلام ده كله على سبيل المثال ممكن انت تحسب دلوقتي هنا وبعدين يتغير القطاع، لان ده بيرجع لشكل القطاع اللي عندك، قطاع التصميم اللي عندك. ترجع لشكل القطاع التصميم اللي عندك، وممكن في اي وقت تغير الايه؟ النوع السوبر، حتى لو كنت حسبته ترجع تحسبه تاني، ما فيش اي مشكله. في الحاله دي احنا هنجيب مثال بسيط اللي هو undivided crown، وانا عندي نقطه البيز لاين هي نقطه الايه؟ نقطه الاساس بتاعت الايه؟ بتاعت الدوران. مجرد ما بقول له نيكست بيقول لي انت عندك الطريق بتاعك سيمتريك رود واي، يعني اليمين زي الشمال، لو مش سيمتريك بتشيل العلامه دي وبتكتب عرض الطريق الشمال كام واليمين كام. في الحاله دي انا عندي سيمتريك، العرض الحاره بتاعتك كام؟ هديله 6 متر ما فيش مشكله، وبقول له ايه؟ ان النورمال بتاعي ناقص 2، يعني هو هيبتدي من النورمال ويقول لي ايه؟ ناقص 2. بقول له نيكست.
هنا بيقول لي شولدر، هل عندي شولدر خارجي؟ طيب هل هحسب الشولدر الخارجي ده بمناسيب مختلفه ولا لا، او سوري بميول مختلفه ولا لا؟ لان احيانا بتبقى في مجموعه مشاريعي ان الشولدر الخارجي والشولدر الداخلي ما بيبقوش نفس الايه، ما بيبقوش نفس الميول بتاعه اللينز بتاعتك. فلو انت عندك الحاله دي بتقول له لا احسبه لي معايا، لو مش عندك بتشيل علامه ايه، علامه الصح اللي هنا. لان هي الفكره كلها لو احنا حسبناه هيبتدي يطلع لي عمدان زياده في عمليه السوبر، ده رقم واحد. رقم اتنين هيبقى منطقه الترانزيشن اطول شويه، لان هو بيغير الترانزيشن بتاع السوبر اللي بتاع سوري الشولدر الاول، بعدين بيرجع يغير الترانزيشن بتاع مين، بتاع اللين نفسها. ففي الحاله دي انا ما عنديش مثلا شولدر، فبقول له ما تعمليش كالكوليت ليها، وبقول له نيكست. فبياكد عليا بيقول لي انت شغال بالاي ماكس كام، بتحدد له الاي ماكس اقصى قيمه ارتفاع. ففي الحاله دي مثلا هقول له 6. شغال 4 لين ولا 2 لين؟ فبقول له مثلا 4 لين. هل هو كراوند؟ طبعا كراوند عشان احنا اخترناه اوريدي فين في الحرف في اللي هو النوع بتاعي كراوند، فهو خلاص ثبته لي هنا كراوند. وزي ما احنا شايفين بيقول لي اون تانجنت فور تانجنت كيرف، يعني ايه 66%؟ زي ما احنا قلنا التلتين بيبقى على الخط المستقيم، والتلت الاخير بيبقى جوه ايه، جوه الكيرف. اما في حاله السبايرال بيبقى كله على السبايرال موجود. تمام. في عندي اوبشن هنا بيقول لي اوتوماتيكلي ريزولف اوفرلاب، يعني شوفها ايه في مثال تاني موجود معانا برضو ايه في الحاله بتاعتنا هنا. تمام. وبقول له ايه، وبقول له فينش. مجرد ما بقول له فينش بيظهر لي مين، الويندو دي. الويندو دي بيحدد لي مجموعه حاجات فيها. قال لي انا عندي هنا رايت لين وعندي ليفت لين، يعني ما عندي هنا الحاره اليمين والحاره الشمال. تمام. ومناطق التغيرات عندي هنا الران اوت اللي هو الاند نورمال، الاند نورمال والليفل كراوند دي منطقه الران اوت، وبعدين الران اوف المراحل بتاعته كده، وبعدين الترانزيشن اوت ده اللي هو بالمنطقه ما بعد الكيرف، وبرده التفاصيل بتاعه بيبتدي بران اوف وبعدين ايه ران اوت. طب انا عايز اشوف الكلام ده فعليا على اللوحه. مجرد ما احنا بنغير الكتابات اللي على اللوحه بنعمل كليك يمين على المسار نفسه، بنقول له ايديت الاينمنت ليبلز، وببتدي هنا اضيف له حاجه اسمها السوبر فيجن كريتيكال بوينتس، وبختار له السيمبلز اللي هي الاشكال، وبقول له ايه، وبقول له اوكي. بيقول لي كل الاشكال، فبقول له اوكي ماشي، وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين هنا كاتب لي هنا في البدايه انت ماشي بالايه، بالكراون بتاعك الليفت والرايت ناقص 2 ناقص 2. تمام. زي ما احنا شايفين يعتبر الخط بتاعنا، الخط بتاعنا من نفس الايه، نفس الشكل اللي هو ده كده. تمام. طيب ده كده شكل الطريق. في الحاله دي انا عندي الطريق وصلت لحد هنا، الطريق بتاعي لسه ناقص 2 وناقص 2. عند الاستيشن دي بدا الطريق بتاعي على اليسار بقى ليفل كراون، وعلى اليمين بقى ايه بقى السلوب بتاعي زي ما هو، اللي هي تعتبر الحاله دي اللي هو اسمه ليفل كراون. هنا مفيش سلوبات، وهنا السلوب بتاعي زي ما ايه، زي ما هو. دي المرحله الثانيه. المرحله اللي بعديها اللي هو العكسي، اللي هو كام؟ انا عندي الطريق 2%. انا صغر بس الكتابات شويه كده استاذنكم، واحد ل 500 اهي. انا عندي هنا اللي على اليسار، لان احنا زي ما قلنا الكيرف بتاعنا السنتر بتاعه على اليمين، فبقى على اليسار هو ال 2% عالي، واللي على اليمين هو ناقص 2% ايه منخفض. وعندي هنا وصل هو كام؟ 3.2 و3.2، لان دي القيمه بناء على الريديوس اللي موجود مع السرعه، فالقيمه بتاعتي 3. كام؟ 3.2. حلو كده. يبقى دي كده الفول سوبر الفيجن. هيفضل فتره الكيرف دي كلها ماشي كام؟ ماشي 3.2 لحد هنا. وزي ما انتم شايفين المنطقه الانتقاليه اللي هي تعتبر من الجزئيه دي من هنا لحد هنا، دي الران اوت، وهنا وبعد كده الران ايه؟ الران اوف. حلو. الران اوف هتلاقوا التلتين بتوعنا بره الكيرف، وبعد كده الباقي ايه جوه الكيرف. ادي التلت الاخير اللي هو من اول هنا لحد هنا، ده التلت اللي جوه الايه الكيرف، لان احنا قلنا له 66 كام؟ 66%. ففضل ماشي جوه الكيرف كله، الجنب اليسار عالي بنسبه 3.2، والجنب اليمين واطي بنسبه ناقص 3.2، وبعدين هيبتدي يرجع تاني لناقص 2 وناقص 2، وبعدين 0 وناقص 2، وبعدين ناقص 2 وناقص مين؟ ناقص 2. نفس المراحل بس عكسيه. يبقى هو بيبتدي النورمال كراون، يوصل ليفل كراون، وبعدين ريفرس، وبعدين فول سوبر، ويفضل ماشي في الكيرف كله فول سوبر، وبعدين يرجع يعكس تاني ريفرس كراون ليفل كراون لغايه نورمال كراون، عشان يبتدي الطريق يكمل ايه كما هو. ادي هو ناقص 2 وناقص 2 لحد ما انتهى الطريق ناقص 2 وناقص مين؟ ناقص 2. تمام كده. ده في حاله لو انا عندي مين الطريق بتاعي اليمين ايه، اليمين غير الشمال، اليمين سوري غير الشمال اللي هو كراوند. طيب لو انا حبيت في اي وقت اللي انا الغي اللي انا الحسابات اللي انا حسبتها دي وارجع احسب من جديد، انا احسبه مثلا على اساس ان هو لوب، فاختار المسار بتاعي وبقول له السوبر اليفيجن. مجرد ما بقول له كالكوليت بيظهر لي الويندو دي، فالويندو دي بيقول لي والله انت دي المعطيات بتاعت الكيرفات اللي انت اشتغلت عليها. فبقول له لا انا عايز اعمل سوبر اليفيجن ويزرد، وبضغط له هنا بقول له الانتاير الاينمنت، فبيقول لي انت كده هتعمل ايه؟
تصحيح لكلهم اوفر رايت، فبقول له اوكي بيطلع لي نفس الويندو بتاع الزمان. المره دي هقول له انا عايز undivided planner تمام كده، وبيحدد له هنا نقطه الهاي بوينت بتاعتي كام والنقطه البيز بتاعتي ايه، وبقول له نيكست. نفس الشيء هقول له انا عندي هنا الطريق زي ما انتم شايفين، حتى الرسمه هنا كلها ليفل ايه، كلها ليفل واحد، في حين ان انا كنت اخترت كده وقلت له نيكست زي ما انتم شايفين اليمين زي الشمال، هنا ناقص 2 ناقص 2 لان هو كراوند، لكن في حاله لو هو بلانر لا يبقى كلهم في اتجاه واحد زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفينه. هنا هيديني الديفولت بتاعي ناقص 2 مباشره، ده هيبقى ايه 2. لو انا حتى غيرت هنا وقلت له لا دي مثلا 3، اسف انا ضغطت على طول انتر لان المفروض ما ندوس انتر. ادي الالاينمنت بالكامل حلو كده، وبقول له نيكست. لو انا جبت له ناقص 3 هنا جاب لي كام؟ هنا جاب لي 3، نفس القيمه ولكن بشكل عكسي، نفس القيمه ولكن بشكل ايه بشكل عكسي. طيب بقول له نيكست، برضه بيقول لي عايز تحسب سوبر سوري الشولدر معاك ولا لا، فبقول له لا، فبقول له نيكست. نفس الشيء بياكد عليا ان هنا زي ما انتم شايفين انا عندي هنا اللي بلان الرود واي، محدد لي البلان الرود واي، وقال لي برضه انا عندي 66% على الخط المستقيم، وهيبقى 33 باقي فين في الكيرف تمام كده. لو حبينا نغير القيمه دي نخليها نص ونص، او نخليها كله على الكيرف كله على الخط المستقيم، ففي الحاله دي هنخليه لا 100% على الخط المستقيم، مش عايز ايه مش عايز ادخل اي حاجه جوه ايه جوه الكيرفات تمام كده. وبقول له فينش، هو البرنامج حسبه لي، ونبتدي نشوف كده الاشكال اللي موجوده على الرسم. زي ما احنا شايفين انا عندي هنا لان هو بلانر، فطبعا المنطقه هتبقى عكسيه، بلانر يعني كله اتجاه واحد، يبقى هو ماشي كله ايه ناقص 2 ومع 2 تمام. وهيبتدي نفس الشيء هنا، هو ناقص 2 مع 2 مع ناقص 2، وعندي 3.2 مع 2، ولكن نبص مع بعض كده. ادي منطقه الخط المستقيم، ادي بدايه الكيرف هنا، هو بقى فول سوبر، ده كده الفول سوبر بتاعنا. واقف فين بالظبط؟ عند بدايه الكيرف، لان انا قلت له 100% بره الكيرف، 100% النسبه بتاعتي 100% بره الكيرف، فبالتالي بدا معايا منين؟ بدا معايا من هنا زي ما احنا شايفين تمام. وبعدين فضل طول الكيرف موجود معايا الفول سوبر لحد ادي نهايه الكيرف عند النقطه دي، وبعدين هيبتدي ايه يغير القيم. طبعا هنا هو كان فول سوبر، وبعدين هيبقى هنا ريفرس كراون، وبعدين في الاخر خالص هيوصل ايه للسوبر بتاعنا سوري النورمال كراون بتاعنا. حلو كده، ده في حاله لو احنا اشتغلناها على اساس ان هي مثلا كانها لوب، طبعا ما فيهاش تغيرات كتيره زي الثانيه، لان التغيرات الثانيه النوع العادي بتاعنا اللي هو انا اسف مش هنا 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 اللي هو النوع بتاعنا اللي هو لو جينا رجعنا هنا تاني اللي هو الكراون، طبعا كراون فيه تغيرات لان الطرف التاني ده بيبتدي ايه بيبتدي يعلى معايا، لكن في الحاله دي لا الحاله دي معليش معايا، فعشان كده ما بقاش فيه تغيرات ايه كتير. يبقى انا في اي وقت ممكن اعدل النوع بتاعي وابتدي احسن من جديد في المنطقه ايه في المنطقه دي. طيب ده كده في حاله لو انا حبيت مين؟ لو انا حبيت ان انا اظهرهم بشكل كتابات على الايه؟ على الرسم. طبعا انا هرجعه مثلا الكراون ده عشان بس يدينا تفاصيل اكتر. انا بقول له اوكي undivided crown next 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 100%. طبعا هي دي نسبه التلتين والتلت اللي قلنا عليها، فعادي اخليه 66.66، وبقول له ايه بقول له finish، فبيحسبها لي ويطلع لي الايه التفاصيل بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده تفاصيل اكتر. طيب ممكن ابتدي اظهر السوبر ريفيجن ده بشكل جدول ده بشكل سوري سوبر ريفيجن فيو، نبتدي نضغط عليها فبيقول لي الليفت لين والراين لين. الليفت لين هخليها بالاحمر والرايت لين هنخليها بالايه؟ بالاخضر، وبقول له اوكي اوكي، وببتدي اعمل له ديسبلاي. زي ما انتم شايفين هنا بدا قال لي والله انت عندك الليفت والرايت، ما دام هو باين لك اللون واحد، فالليفت والرايت بناقص 2. وبعدين بيجي في المرحله دي نعمل بس ار اي وانتر، بيقول لي حاجه منطقه الران اوت من الاستيشن كذا لحد استيشن كذا، ودي حصل فيها التغير بتاعنا من ناقص 2 اللي هو ماشي فيه لحد ما وصل للصفر، وبعدين من الصفر لحد الاثنين العكسي. طبعا هو بيبقى كاتب على كل حاجه او على حسب الداتا اللي موجوده هنا، هو كاتب هنا 3.2 وهنا ناقص 3.2 اللي هي الفول سوبر منطقه الفول سوبر هنا تمام. وزي ما انتم شايفين لحد هنا في الران اوف لحد اللي هو الجزئيه دي هو ما غيرش معانا الايه اللي هي الرايت سايد. ليه؟ لان الرايت سايد ما بيبتدش يتغير الا من بعد الريفرس كراوند. من بعد مين؟ الريفرس كراوند. انا عندي لحد هنا وصل هو الريفرس كراوند، يبقى هنا دي ناقص 2 وهنا دي زائد 2، وبعدين بداوا الاثنين يتغيروا مع بعض ووصلوا كام؟ ل 3.2 وناقص 3.2. طيب لو احنا بصينا هنا هنلاقي الانديكيشن اللي طالع لي دي بيقول لي انت عندك هنا الكروس توب بتاعك از لارجر ذان 6% بير سنتيمتر. والله انا حاولت
يعني كتير اللي انا اشوف موقفها ايه، رغم ان دي تابعه للكود زي ما احنا قلنا، هو دلوقتي بكل ما هنالك ان هو بيبص على الكود الامريكي في الحاله دي. فلو احنا على سبيل المثال عشان نتاكد من الكود في المنطقه دي، يعني ناخد مثلا المسافه من هنا لهنا تطلع كام؟ تطلع 16 متر وكسر، ومن هنا لهنا تطلع مسافه تانية اللي هي دي 27 متر. طب انا عايز اتاكد 27 متر دي سليمه ولا لا، ممكن نفتح الكود كده سريعا واقول لكم حلول تانية برضو. كان اخوكم خالد عبد الكريم كرمه الله وجهه عامل لنا تفاصيل زي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام ثواني كده معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. هشام تريننج ستاندر والقشطه مثلا 2011 ماشي تمام. احنا عايزين ايه؟ الجداول بتاعت السوبر. ده هنا السوبر، ايوه اللي هو ده. طيب ماشي، احنا شغالين سوبر كام؟ احنا حاسبينه على كام يا ولاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ده الالاينمنت بتاعنا حاسبينه على ايماكس 6 تقريبا ولا ايماكس 4، مش متذكر والله احنا حسبنا على كام. ايماكس 6 احنا حاسبينه على ايماكس 6 تمام. طيب والخط بتاعنا ده الكيرف بتاعه، الكيرف بتاعه 300 سوري 437 وسرعه 50 سرعه 50. طيب نبتدي نشوف هنا، احنا الايماكس 6 صح كده؟ السرعه 50 والكيرف كام؟ ادي عندنا في المتريك اهو، احنا اي ماكس 6 ادي السرعه 50 ونشوف الكيرف بتاعنا معلش تاني كام؟ 400 حاجه 437 تقريبا في السوبر 437. طيب 437 فاحنا عندنا في ال 50 مع ال 437 يعني تقريبا هنا كده ما بين ده وما بين ده، فهو اخذ القيمه كام؟ 3.2 من كام؟ 3.2 من 10. نتاكد حتى هنا عندنا جاب ال 3.2 3.2 من 10 مظبوط حلو تمام. طيب الطول بتاع الترانزيشن بتاعنا ده كام؟ نبتدي نشوف ده الاطوال بتاعته. المينيمم راديوس لا احنا عايزين طول ال ثواني، هو في جدول ليها المفروض الران اوف تمام. احنا السرعه 50، السرعه بتاعتنا 50 مع الراديوس بتاعنا او الاي ماكس بتاعتنا 3.2 من 10 المفروض يطلع لنا 27 متر اهي تمام كده اهي. انا عندي هنا السرعه 50 مع 3.2 من 10 ادي 50 يطلع لي كام؟ 27 متر. فلو احنا حسبناها وبصينا عليها في البرنامج هنا طلعناها كام؟ احنا طلعنا 27 متر. فالبرنامج حاسب بناء على مين؟ على الكود بالظبط. لكن المعيار اللي موجود ده صراحه انا ما معرفلوش الانديكيشن، ممكن حد يبقى يفتلنا فيه، لان حاولت صراحه اسال بيقولوا هو ممكن حاجه في البرمجه او على سبيل المثال حاجه في برنامج الجهاز، ولكن فعليا هو عشان يطلع الايرور ده يختفي. لو انت حبيت تخفيه من على الرسمه مجرد انت بتغير طول الترانزيشن شويه بيبتدي يختفي معاك. يعني هي الفكره كلها بيقول لك ان التغير اللي انت عامله ده هو تغير كبير على المسافه الصغيره دي. طب الحل ايه؟ ممكن ساعتها ان احنا بنستخدم خالد شرحهم، خالد عبد الكريم ثواني بس افتح لكم الملف بتاعه. اخونا خالد عبد الكريم غني عن التعريف، نيجي نفتح هنا يقول لنا كلمه السر، هذه كلمه السر. اخونا حمزه كوبي كنترول في بقول له اوكي وبيبتدي يفتح. سوري ما افتحش ليه؟ خير بسم الله الرحمن الرحيم. كوبي اي ده الملف بتاع اخونا خالد عبد الكريم. راح فين الملف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في كوبي ريد اونلي تمام. بيفتح الملف هنا وزي ما انتم شايفين خالد عبد الكريم هنا جايب ثلاث معادلات لحساب الران اوف. لو استخدمنا المعادلات دي طبعا بيختلف الايه؟ بيختلف القيم بتاعتنا.
طبعا هو هنا بناء على السرعه، طبعا هو الراجل شارح كل شيء، فبناء على السرعه احنا مختارين السرعه تقريبا 50. حلو. نصف القطر بتاعنا 400 437 تقريبا، 437 لا ده طول المنحنى، نص القطر 437 طول المنحنى. طبعا بتدخله انت مجموعه المعطيات دي بيدي لك في الاخر خالص النتيجه. لو انا بصيت هنا طول الكيرف ده كام؟ 153 متر. بسم الله الرحمن الرحيم. 153 متر تمام. عرض الحرارة احنا كنا عاملينه تقريبا 6، والميل الجانبي ناقص 0.02 تمام. فالمفروض الاطوال بناء على هذا الاساس، في حاجه كده مش ناقصه، الاي ماكس احنا عاملينه 0.6 صح كده تقريبا كده، وممكن انا مدخل حاجه في المعطيات غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. طب هي عامة عشان برضو ما اخدش في تفاصيل، هي الفكرة ان الثلاث قوانين موجودين هنا، وهو الراجل شرحه بفيديو برضو هعمل لكم اللينك بتاعها، بحيث ان احنا هو بياخد هنا اعلى قيمة موجودة، لو حققنا القيمة دي بيدينا نتيجة افضل، بدل ما ايه، بدل ما بنعمل نفس القيمة اللي موجودة ايه اللي موجودة عندنا هنا، ساعتها بنطول الترانزيشن بتاعنا بناء على هذا الاساس وبيبتدي يتغير. طبعا تطويل الترانزيشن ده بس بتسحب مين، تختار النقطة دي وبتبتدي تسحبها بزيادة او بايه او بالنقص. ده كده عمليه الايه السوبر، في حاله لو سوبر واحد كده منفرد، هنعمل سوبر سريع بس كومبليكيتد شويه زي ده كده. هبتدي اختار الخط وبقول انا عايز اعمل سوبر، احسبه على ما هو عليه كده. هعمل بس اختيار ما كناش اخترناه المره اللي فاتت اللي هو الاوفرلاب، مش هحسب ده معلش. هنا لو انا في حاله لو قلت له اوتوماتيكلي ريزولف اوفرلاب، هبتدي اشيل العلامه دي وبقول له فينش، ونبتدي نشوف اللي هيحصل ايه. زي ما انتم شايفين ظهر معايا مشكله هنا، ليه؟ لان انا عندي هنا خطين كيرفين متلاصقين مع بعض، طبعا في منطقه الترانزيشن هو دخلها في بعض وما عرفش يحسبها مظبوط. لو انا ما قلتلهوش ايه احسبها لي انت او اعملها لي ريزولف اللي انت حلها لي مباشره، حلها لي مباشره، ففي الحاله دي بترجع تاني تحسب تمام، بتقول له انا عايز اعمل سوبر الفيجن ويزارد، وبقول له انتاير الاينمنت. طبعا هو يفضل ان انت من البدايه تكون مختارها، بتقول له نيكست نيكست، مش عايز ده نيكست. وهنا بتقول له ريسولف، حل لي لو هيظهر مشاكل زي كده حلها لي مباشره، فبقول له فينش، بيبتدي يحل لي المشاكل. هي المشكله بس ان في منطقه الترانزيشن، لان هو كيرف هنا هو من كيرف لكيرف مباشره، فطبعا لازم يكون في مناطق ترانزيشن في العادي، هو هنا بيلغيها وبيبتدي يدخل الاثنين ايه مع بعض، يعني بيخلي الترانزيشن في الكيرف من هنا وفي الكيرف من هنا، بيرسموا ما بين هنا وما بين هنا. لو جبنا حتى احنا هنا قلنا له يظهر لي السوبر الفيجن بتاعنا، وبقول له اوكي اوكي، بيبتدي يظهر لك مباشره. يعني هنا كان هو مثلا كان الليفت هنا 5.8، بقى الليفت هنا ناقص 6، يبقى منطقه الترانزيشن حصلت في النص ما بين ايه ما بين الكيرفين في المنطقه دي، هو البرنامج حلها لك مباشره بدون تدخل ايه تدخل منك. ده كده الخاص بالسوبر. اخر حاجه معانا في الالاينمنتس ان شاء الله، طبعا الكتابات بتاعت الالاينمنت لو عملت كليك يمين وقلت له اد ليبلز بيدي لك كتابات كتيره، الميجور الكتابات الاساسيه، ماينور الكتابات الثانويه، وكان في حاجه اسمها ستيشن اوكويشن بس ساعدونا يعني سامحونا مش هنشرحها، ولكن عندي في الكورس مشروحة ايه مشروحها بالكامل. وديزاين سبيد طبعا مفيش مشكله، والبروفايل وما الى ذلك. طيب احنا اهم شيء عندي دلوقتي التقارير، لان في ناس سالت كتير عن التقارير. التقارير بتاعه البرنامج، البرنامج طبعا في هنا لو احنا جينا في قائمه التول بوكس في الالاينمنت هنلاقي عندنا هنا الالاينمنت كيرف، وعندنا مجموعه تقارير مختلفه، يعني مثلا الستيشن احنا عايزين نجيب تقرير او خط كبيره، خط زي ده كده مثلا على سبيل المثال، وبقول له انا عايز اعمل ستيشن اند كيرف، بقول له اكسكيوت. حلو، وتقول له اوكي، وبتختار نوع التقرير عايزه اكسل ولا صفحه نت ولا ايه. ففي الحاله دي هقول له مثلا عايزه اكسل، لا سوري صفحه نت، وبقول له اوكي مثلا على سبيل المثال، ويظهر لي كده التقرير، يقول لي التقرير بتاعك بدا بتانجنت بخط مستقيم من ستيشن كذا لستيشن كذا، كان الايست بتاع الستيشن البدايه كان ايست ونورث كام، والستيشن النهايه الايست ونورث كام، والطول عباره عن كام، والانحراف كام. وبعدين عندي كيرف الاول وتفاصيل الكيرف الاول دي عباره عن ايه، الكيرف الثاني نفس الشيء، وبعدين التانجنت الاخير اللي موجود معايا ايه. طبعا هنا هو عطاني رود واحد ورود اثنين اللي هم الخطين المرسومين فين؟ المرسومين في الرسمه. لو انت عايز خط واحد فقط بتبتدي تقول له انا عايز ايه؟ وانت بتعمل الريبورت هنا تقول له اكسكيوت، بتشيل العلامات الصح اللي قدام ايه اللي انت مش عايزها، تعمل بس على الطريق اللي انت ايه؟ الطريق اللي انت عايزه. في حاجه ثانيه اللي هو الاكثر استخداما اللي هي الانكريمنتال ستيشننج ريبورت، اللي هو ايه؟ انا عايز اطلع احداثيات على السنتر لاين كل مثلا 5 متر. بعمل كليك يمين وبقول له اكسكيوت، فبيقول لي انهي الاينمنت موجود انت عايز تطلعه. تمام، ففي الحاله دي انا عايز الالاينمنت اللي هو تقريبا ده على سبيل المثال اللي هو رود 2، وانا عايز اطلع كل 5 متر، وفي نفس الوقت اطلع عليه بشكل ايه؟ بشكل اكسل، ادي بشكل اكسل، وبقول له
سيف كرييت ريبورت وابتدي اتفرج عليه هيطلع لي عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه اهو بيبتدي يقول لي والله انت عندك الالاينمنت ده اسمه ايه، ستيشن البدايه كام وستيشن النهايه كام، وفي الاخر يقول لي والله الستيشن 0 النورثنج بتاعتها كام والايستنج بتاعها كام، نفس الشيء الستيشن 5 10 15 ده الانترفال او الايه التسلسل اللي انا حاططه له، فبيجيب لي الاحداثيات ايست ونورث بناء على ايه على هذا الاساس. طبعا هو كان بالناقص عشان انا كنت رسمه بس في اول الرسمه على اليسار. ده تقرير من التقارير المهمه اللي احنا دايما بنطلعها. حلو كده. طبعا في تولز ثانيه موجوده هنا في الريبورتس هنا اللي هي ميسلينيس تولز ريبورتس، في تقريرين ثانيين موجودين هنا برضو ممكن ايه ممكن تشوفوهم. دي تقارير زياده ممكن ما تكونش موجوده في كل الاصدارات، غالبا موجوده من اول 2018 على ما اعتقد، مش موجوده قبل كده، ولكن التقرير اللي موجود هنا تهمك قوي. ومن ضمنهم التقرير بتاع الديزاين كارتيريا فيريفيكيشن. لو انا قلت له والله التقارير كلها طلع علي ريبورت كامل، فبيقول لي والله انت عندك الديزاين كارتيريا بتاعتك اللي هو الستارت ستيشن وبدايه والاند ستيشن واللينس كام 50، وانت كليرد اوريدي خلاص ما فيش مشكله. لو كان هيبقى عندك مشكله كان هيقول لك مباشره خد بالك انت عندك هنا مشكله في التقرير ايه في التقرير بتاعك. حلو كده. ده كده بالمجمل الايه الالاينمنتس اللي عندنا اللي موجوده ايه موجوده معانا. طبعا كده طبعا احنا غطينا الالاينمنتس كلها. في بقى حاجه اخيره معلش اتذكرت المره اللي فاتت سريعا كده نقولها، حاجه اسمها الاوفست الاينمنت. الاوفست الاينمنت دي اللي انا بعمل مسار موازي للمسار بتاعي في نفس الوقت اقدر اعمل عليه شويه تفاصيل. سريعا هنشرحها معلش، انا طبعا مش هشرحها بالتفصيل عندي في الصفحه او في سوري في اليوتيوب، ولكن هنشرحها هنا اللي هو الاوفست الاينمنت. مجرد ما بضغط عليها ببتدي اعمل اوفست يمين وشمال الطريق بالقيمه اللي انا عايزها. انا عايز اعمل مثلا اوفست على يمين الطريق على بعد 10 وعلى شمال الطريق على بعد كام 10 متر. تمام. هل هعمل بروفايل للمسارات دي ولا لا؟ ممكن اعمل بروفايل للمسارات دي، فساعتها بقول انا عايز اعمل كرييت اوفست بروفايل. بس هو اساسا ما فيش بروفايل للمسار ده. استنى نشوف المسار فيه بروفايل تقريبا. المسار ده فيه بروفايل. هبتدي اضغط على المسار ده واقول له انا عايز اعمل كرييت اوفست الاينمنت، اعمل له مثلا 5 يمين يمين 5 متر يمين و5 متر شمال. تمام كده. وابتدي اضغط هنا بقول له كرييت اوفست بروفايل، فبيقول لي البروفايل الاساسي اللي هاخد منه ايه، فبقول له اللي هو اللي اسمه الاف جي. طيب هو عايز انت هل انت تبقى في كروس سلوب ولا لا، يعني ايه في ميل جانبي من السنتر لاين لحد الاوفست بتاعك ده ولا لا. ففي الحاله دي بقول له ايوه اللي هو مثلا 2%. معنى ذلك ان هو يضرب 5 في 2 هيبقى فرق كام؟ فرق 10 سم ما بين السنتر لاين وبين خط الاوفست اللي انا عملته. مجرد ما بقول له اوكي زي ما انتم شايفين عمل لي خطين يمين وشمال، مين يمين وشمال المسار. هستاذنكم بس السطح ده نغير الستايل بتاعه نخليه بوردر اونلي مبدئيا. تمام. حلو كده. بقى عندي مسارين يمين وشمال الطريق، والمسارين دول ليهم منسوب. المنسوب ده عباره عن نفس منسوب السنتر لاين ولكن مضروب في كام؟ ناقص 2% على حسب العرض اللي موجود. مجرد ما بضغط عليه بيقول لي انت عندك اوفست الاينمنت، والاوفست الاينمنت ده ليه بارامترز معينه مواصفات معينه ان هو كام؟ ان هو 5 متر على ايه؟ على اليمين. طبعا انت ممكن تغيرها قيمه تزودها او تقللها زي ما انت عاوز. طيب انا بستفيد منه بايه بقى؟ الاوفست الاينمنت طبعا ليه استخدامات كتيره، ممكن بعمله كتارجت بعد كده في الـ في الـ في الكوريدور بتاعي وما الى ذلك، او ان انا بعمل حاجه على اسمها الوايدنينج. الوايدنينج دي اللي هي عمليه التوسعه. مجرد ما بضغط هنا في حاجه اسمها بيقول لي ايه؟ اد وايدنينج اللي هي عمليه ايه؟ عمليه التوسعه. فبيقول لي انت عايز تعمل كريت وايدنينج بورشن از نيو الاينمنت، يعني التوسعه اللي انت هتعملها دي الاينمنت جديد ولا لا؟ فبقول له نو مش عايز الاينمنت جديد. بيقول لي بدايه التوسعه دي فين؟ فبقول له والله عندي ستيشن مثلا 300 هنا. تمام. ونهايه التوسعه دي فين؟ عند ستيشن 400 مثلا كام؟ 450. تمام. واوفست التوسعه كام؟ الاوفست ده بيجي من السنتر لاين الاساسي. في الحاله دي انا واخد سنتر لاين 5 متر لمين؟ للايدج بتاعتي هنا، وهاخد فوق منهم كمان 7 متر، يبقى الاجمالي كام؟ 12 متر. يبقى انا هاخد 12 متر من السنتر لاين. بضغط اوكي. وزي ما احنا شايفين عندي هو عمل لي شكل هنا شكل توسيع زي ما احنا شايفينها، عباره عن كان ماشي لغايه هنا 5 متر وبعدين بدا يوسع من اول ال 300 دي العرض بالكامل، يعني بقى منطقه الترانزيشن بتيجي قبل بدايه الستيشن اللي انا اخترتها وبعد بعد الستيشن اللي انا ايه اخترتها. عمل لي توسيع للطريق. لو انا حبيت حتى اتاكد التوسعه دي بقت عباره عن كام؟ عباره عن من السنتر لاين لحد عمودي على القيمه دي عباره عن كام؟ 12 متر اللي انا ايه اللي انا اخترته.
تمام كده. بعمل التوسعه دي لمجموعه حاجات، ممكن كمثلا كباركينج، ممكن بعمل التوسعه دي كمنطقه محطه اتوبيس مثلا يعني على سبيل المثال، ممكن بعمل التوسعه دي عشان عايز اوسع الطريق في في المنطقه دي، عشان مثلا هبتدي اعمل زي توسعه عشان ابتدي اعمل انترسكشن او تقاطع في المنطقه دي. يعني في كذا سبيل لعمليه التوسعه دي. عمليه التوسعه دي هل ممكن اغير القيم دي؟ كل حاجه تقدر تغيرها لو انا قلت له على البارامترز بتاعتي. زي ما انتم شايفين البارامترز هنا بقت زادت، لان بقى عندي ترانزيشن ان اللي هي المنطقه اللي داخله دي، وترانزيشن اوت المنطقه اللي هي الخارجه اللي فوق دي، تمام كده. والايه والوايدنج ريجن نفسه اللي موجود معايا، هو بقى قال لي ادي بدايته وادي نهايته وطوله قد ايه وادي الاوفست كام. يعني ممكن اغير الاوفست، ايوه ممكن اخليه مثلا 10 متر فبيبتدي يتغير والباقي يتغير على اساسه. عمليه الدخله والخارجه هنا زي ما انتم شايفين هو قايل لي النوع هنا كيرف لاين كيرف، يعني بيبتدي كيرف صغير في البدايه وكيرف صغير في النهايه وعباره عن خط مستقيم. ممكن انا اعملها كيرف كيرف مباشره اللي هو كيرف ريفرس كيرف، تبقى ايه بشكل كيرفات زي ما احنا ايه زي ما احنا شايفينها كده، يبقى كيرف داخل وكيرف خارج. طبعا هو في ثلاث اربع انواع طبعا كنا شرحناهم بالتفصيل فين في الشغل بتاعنا اللي عملناه. طيب لحد هنا كده نبتدي ناخد اسئله كده 5 دقائق ولا 10 دقائق وبعدين نكمل ان شاء الله. جزاكم الله خير يا باشمهندس شيما. استنى معلش، انا اتمنى لو حد عنده اي سؤال ضغطتهم بالمحتوى بس انا اسف يعني سامحونا معلش. لا ده جزاكم الله خير بصراحه، انا مستمتع جدا بالشرح. الله يبارك فيك. لو حد عنده سؤال المهندس محمد عاطف كان عنده سؤال اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا هندسه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خير اولا، يعني ربنا يبارك فيك. تسلم بيه. هندسة حضرتك كنت شغال في الأول على اللي هو فيه البلولاين اللي هو فيه فيردكس كتير ده، وعايزين نعمله نحوله بألاينمنت كرييشن تولز. ما كنت سألت حضرتك عليها، اللي هو أنا جاي لي بلولاين طوله 5 متر وكله عبارة عن فيرتكس صغيرة كلها كل 10 متر، فأنا عايز أحوله لمسار ويبقى هو بالظبط. فعمال احاول. بس بص، هو بالظبط انت يعني هتاخد العنصر زي ما هو اوبجكتس، واخد بالك؟ ما هو مش نافع هندسه، هو عمل اللي هو لاينات كتير جدا كده وكيرف صغير، فانا عايزه مثلا لاين وكيرف في النص مثلا نص قطره 6000 متر وبعدين لاين. بص هي الفكره يعني بص هي الفكره، انت ما دام انت ما عندكش حاجه ستاندرد، ما عندكش طريقه حاجه هتمشي عليها، فانت كله هيبقى زي ما بيقولوا البرنامج البيست فيت. انت عندك في المسارات هنا لو انت جيت عملت في الالاينمنت هتلاقي اختيار اسمه هنا كرييت بيست فيت. يعني ايه بيست فيت؟ يعني انا هديله شويه نقاط وهو هيعمل لي مسار على النقاط اللي انا اخترتها له دي قدر الامكان، ولكن الحكايه كلها هتعتمد على المسار، النقاط اللي انت هتحطها له. فطبعا لو انت هتحط له نقاط كتير هيبتدي المسار يشوف لك نفس النقاط، لو هي مش مرتبطه مع بعض او ما فيهاش سيمتريه مع بعض. يعني مثلا على سبيل المثال انا هعمل مسار فوق المسار اللي موجود ده، تمام؟ هو بيقول لي العنصر اللي انت هتختاره عباره عن ايه؟ هل هو البلوكات، يعني هو الداتا اللي انت هتديها له دي عباره عن ايه؟ واخد بالك؟ هل بلوكات بوينت انتيتيز مش عارف ايه؟ الكلام ده كله، فانت بتجهز له النقاط بتاعتك اللي هي الكوكو بوينت في حالتك دي، ان انت عندك شويه نقاط او اوتوكاد. هو مرسوم او فيتشر لاين، هو مرسوم فيتشر لاين مثلا كل 10 متر عشان يمشي مع الكيرف او يبقى لاين. بص انت بتختار ما انت بتختار العنصر اللي يناسب معاك هنا، واخد بالك؟ وبتبتدي تختاره له، هو بيقول لك عمل لك سبايرال او ما عملكش، يعني هيعطي لك مجموعه اوبشنز هنا، وقدر الامكان انت بتمشي على النقاط اللي انت عايزها. فهو بيدي لك البيست فيت، يعني افضل حاجه بناء على النقاط اللي انت عطتها. حتى ده بيدي لك دايما ريبورت وبعد كده يقول لك والله ممكن تزود النقاط دي او تقللها بحيث انت تحسن جوده البتاع، جوده المسار بتاعك. لكن غير كده انت ممكن بقى بالترايل بتاعتك، يعني انت شايف والله مجموعه خطوط لو وصل خط مستقيم من بدايتهم لاول لنهايتهم وكلهم ماشيين تحت الخط ده، يبقى خلاص اعتبر ان ده خط مستقيم لغايه مثلا ما يظهر معاك بدايه كيرف. يا اما تضطر تسال اللي عمل التصميم ده يبعت لك حتى الملف البي دي اف وترجع ترسم منه. هو لازم افصل بين اللاين والكيرف هندسه بسبايرال، ولا ممكن اطلع من اللاين لا على لا لا مش شرط، لا عادي. مش شرط لاين على كيرف عادي. يعني هو السبايرال دي ليه مجموعه حاجات، وحتى السبايرال في الطرق السريعه وما الى ذلك ليه ليميت معين برضه، انت هتوصل لغايه ليميت معين ويقول لك. يعني هو السبايرال نفسه لو انت دخلت في الكود مثلا، لو انت بتعمل الهاي واي في الكود بيقول لك والله انت السبايرال ده ليك حد معين توصل لحد عنده تستخدمه. يعني هو السبايرال
يعني انا مثلا عندي لاين وبعدين كيرف اللي آه هو بص اهو مثلا هنا اهو بيقول لك هنا ماكسيمم ريديوس فور يوز سبايرال كيرف هنا على حسب السرعه عندك السرعه مثلا 20 الماكسيمم 24 يعني ايه لو انا سرعتي 20 والريديوس عندي مثلا 35 تمام كده الريديوس في السنتر لاين 35 انا مش محتاج سبايرال اقصى حاجه استخدم فيها السبايرال 24 واخد بالك لان مثلا ممكن اعمل كيرف كام فرضا عامل كيرف 9 فتسعى على يفضل ان انت تعمل سبايرال قبل وبعد لكن وصلت مثلا عملت ريديوس كيرف مثلا 30 لا يبقى انت مش محتاج هنا ايه سبايرال انت مباشره ممكن ايه ممكن تعمل كيرف على طول لاين كيرف لاين بس هي طبعا على حسب بقى المعيار انت عايز تعمل سبايرال عمليه انتقاليه على حسب سرعه الطريق وما الى ذلك. طب وبالنسبه للسوبر اليفيشن هندسه في اللي هو بيبقى ليه جزيره وسطيه 14 لا متر السوبر اليفيشن انهي واحده منهم؟ انهي لا ما دلوقتي اكتر بص انت السوبر بتاعك في الحاله دي الجزيره نفسها ما بتاخدش سوبر صح كده مظبوط؟ لا هي الجزيره وسطيه ما فيهاش حاجه تراب ما بس فيهاش سوبر فهي ساعتها انت ممكن تاخد ده بس هو الالاينمنت في نص الجزيره فاختار ايوه بص مثلا زي كده اهو ديفايدد بلانر بص هتاخد ديفايدد بلانر ويز ميديان حلو كده وبعدين الفكره كلها الشغل كله هيبقى في الاسمبلي اللي انت هتعمله هو انت عماره بتعمل لينك من السنتر لاين بتاعك للايدج بتاع الاسفلت ومن الايدج الاسفلت يبتدي الايه الشغل بتاعنا دي ان شاء الله في الكوريدور انا بنعمل المثال ده كده ديفايدد بلانر تمام هندسه تمام شكرا ديفايدد بلانر ويز ميديان هيبقى عندك اليمين لوحده والشمال لوحده وبادئ من هي بس منطقه الميديان الجزيره الوسطيه دي اللي هتعمل لها ايه هتعمل لها لينك عشان البرنامج يقدر يشوفها هو في حته الترانزيشن لين هندسه اللي هي تو لين او فور لين دي تعتبر في الاتجاه الواحد ولا الاتجاهين؟ لا هي الفكره كلها ان التو لين او الفور لين عشان يطور لك عمليه الترانزيشن شويه طول ما الطريق بيعرض فمنطقه الترانزيشن بتطول شويه اللي هي منطقه التغير نفسها التغير الطولي يعني مثلا هو فضل على سبيل المثال بدل هنا ما عملنا احنا السوبر كان واخد مثلا في المنطقه دي كان واخد الترانزيشن بتاعه 16 متر فلو انا قلت له فور لين لا ممكن ياخدها 20 متر بيطولها شويه بس قال يعني واخد بالك بس هو شكرا هندسه شكرا العفو يا فندم العفو يا فندم باشمهندس ايهاب اتفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته باشمهندس هشام ازي حضرتك هلا بيه اخبارك اتفضل باشمهندس هشام ازي حضرتك بارك الله فيك والله سؤالي من المحاضره اللي فاتت خاص بالاوفست الاينمنت اوفست الاينمنت حضرتك ارجعت السؤال لما نشرح المحاضره طب احنا شرحنا دلوقتي الاوفست الموضوع ببساطه احنا بنشتغل رود تمام احنا بنشتغل رود في داخل المشاريع يعني رود بسيطه داخل محطات الكهرباء او محطات الميه تمام انا بحتاج الاوفست الاينمنت بعمل الاوفست دوت من الاينمنت الرئيسي رايت والليفت لكن المشكله الاساسيه ان انا عايز افعل نسبه الميل الجانبي اللي حضرتك ذاكرها في المحاضره وذاكرها في الكورس مش بتظهر عندي خالص على طول غير مفعله انت على طول مطفيه حضرتك عملتها دلوقتي وظهرت عندك التاب سؤال التاب اساسا ظاهر عندك ولا لا شغال على فيرجن كام بس 16 لا 16 مش موجوده فيه عندي في المكتب 19 في الموقع طيب هتلاقيها نفس الفكره كده بس بص هي هنا في الحاله دي زي ما انت شايف الشاشه هي مش مفعله ليه تمام لان البروفايل نفسه ما فيهوش بروفايل سوري الالاينمنت الاساسي ما فيهوش بروفايل فما تفعلتش ما ظهرتش واخد بالك هنا هي مش مفعله انا مش عارف اختارها ولكن لو انا رحت مثلا في البروفايل انا عندي المسار ده في 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 سوري المسار ده كده اللي انا اخترته هنا ده المسار ده في بروفايل بالفعل لو احنا بصينا حتى هنا بروفايل فيو على سبيل المثال هعمل بروفايل ذريعه عندي مسار ارض طبيعيه ومسار تصميم فساعتها لو انا اخترته وقلت له انا عايز اعمل اوفست الاينمنت فساعتها التاب دي هتبقى مفتوحه معايا ويقول لي اهو انت عايز تختار مين فاخترت البروفايل التصميمي اهو فهمت حضرتك يعني رقم واحد ان انا بعد ما اعمل الالاينمنت اخش اعمل له على طول البروفايل لازم تعمل بروفايل تصميمي للموضوع بتاعك للرئيسي عشان هو يبتدي للرئيسي لان هو بص هو كله هو بيرنت يعني ايه هو البيرنت اللي هو الايه بيسموه البيرنت بسم الله الرحمن الرحيم البيرنت اللي هو المشترك معاه
المرتبط بيه، المرتبط بيه بقى دلوقتي هو هيرتبط بانهي بروفايل، لان هو اساسا الاوفست الاينمنت ده مرتبط بمسار اللي هو الاينمنت ده، تمام كده؟ في نفس الوقت لو انت عايز تعمله بتربطه برضو ايه بالتصميم بتاعه. لو عندي اكتر من تصميم هيظهر لي الليست. انا باجل البروفايل بعد ما اخلص الاينمنت الرئيسي والاوفست وبعدين اخش اعمل بروفايل، فانا عايز اعمل جريم مش عارف. وخلاص بس انت اعمل كده، اعمل كده وبعد كده اعمل يعني مثلا على سبيل المثال احنا دلوقتي عملنا الاوفست الاينمنت اللي موجود ده على مين؟ على مسار من الموجودين، على سوري تصميم من الموجودين اللي هو ده. لو انا اخترته حتى وقلت له البارامترز بتاعته، هو هنا مش جايب المسار، مش جايب هنا تفاصيله، لا ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو الاوفست بارامترز. حلو كده زي ما انت شايف، هو هنا لايت مين؟ لايت الالاينمنت اللي هو الاكزيستنج رود، واخد من البدايه لحد النهايه. بس هو المفروض هنا بيديني اوبشن ان انا اغيره. لحظه واحده كده اتاكد. بسم الله الرحمن الرحيم، لا هو ما بيختاروش، لا يبقى يفضل انت تعمل البروفايل الاول على الرئيسي يا فندم، على الرئيسي لان هو هيرتبط بالرئيسي. وطبعا هي الفكره ان هو ميولو بقى الاوفست. اه بالظبط كده، وبعدين تعمل الاوفست. بس لحظه واحده كده استاذنك معلش. اتفضل. اه لان هو هنا واصل عليه، واصل عليه. اه بالظبط كده، هو بص البروفايل داتا، هو واخد البروفايل داتا اللي احنا ايه اللي احنا اخترناها له. ولكن هي الفكره بقى ان انت ممكن هنا بتعدي حتى الميول الجانبيه دي، انت طبعا شارحها انا بالتفصيل هناك، هوريكم الفيديو دلوقتي. الفكره لما تيجي انت بتعمل الاوفست الاينمنت، هو طبعا كله مرتبط بالطريق الرئيسي. هقول له الاوفست الاينمنت، هو بياخد من الطريق الرئيسي، بياخد مسافه من الطريق الرئيسي، وبياخد نسبة ميل من البروفايل اللي موجود في الطريق الرئيسي. نسبة الميل دي مش شرط تبقى نشطة حاليا، نشطة لان انا عندي بروفايل، لان انا عندي بروفايل. تمام واضح. حلو كده. في نفس الوقت الكروس سلوب دي، المسافة دي سوري او السلوب ده مش شرط يبقى ثابت، ممكن تعمله متغير. دي انا شرحتها بالتفصيل في القناة. متغير سواء للرايت او الليفت قصدي حضرتك؟ لا في الرايت لوحده مثلا، فرض على سبيل المثال انت عايز تمشيه شويه نص في المية، وبعدين عايز تمشيه 2%، وبعدين عايز ترجعه نص في المية تاني، وهكذا على طول المسار. على طول المسار يعني لو حضرتك رجعت كده للقناه عندي هتلاقي هي كيفيه عمل التوسعات للطريق، الدرس رقم 69، رقم الفيديو 69. اه خد الاول كيفيه عمل المسار الموازي اللي هي رقم 68 وبعدين 69. الاثنين دول مع بعض، بس هي المسار الموازي. المسار الموازي اللي هي رقم 68 دي انا شارح ازاي تعمله، وازاي تعمل الميول الجانبيه بتاعته، وفي نفس الوقت ازاي تغير الميول الجانبيه من قيمه لقيمه، يعني اول 100 متر خارج الفيديو. فعلا شرحتها في بالتفصيل. كانت الميل الجانبي كان منشط، لكن الحته التكه دي ما ظهرتش غير لما احنا نفذنا ازاي الميول الجانبي مش عايز منشط. البروفايل بس حط بروفايل. تمام يا فندم، اشكرك يا باشمهندس جيم. العافيه يا باشا. العافيه. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حد تاني عنده اسئله يا شباب؟ تمام يا باشمهندس هشام. هو في كذا حد كان كاتب على الشات، بس حضرتك عايز تاجل الشات للاخر او زي ما حضرتك عايز يعني؟ ما فيش مشكله يعني، هو انا ببص في الشات والله هم شغالين كده. ممكن شرح التقارير كامل مع الاحداثيات والليفل والميول والاوفست في شيت واحد للتوقيع في الموقع. مبدئيا الاحداثيات اديك شفت بيطلع منين، اللي هو الانكريمنتال ستيشننج ريبورت ده الاحداثيات. البروفايل لما نعمل البروفايل نفس التقرير انكريمنتال ستيشننج ريبورت هيطلع لك المناسيب، يبقى انا كده طلعت احداثيات من هنا، طلعت مناسيب من هنا. الميول الجانبيه بتطلع في حاله لو انت عملت كوريدور، وطبعا لو طلعت الكوريدور هيدي لك ايست ونورث وزد. يبقى في حاله لو انت عندك كوريدور للطريق كامل ايست ونورث وزد من اهو، هتلاقي الكوريدور هتلاقي حاجه اسمها ستيشن سوري سيكشن بوينتس. سيكشن بوينت ده تقرير سيكشن بوينت يطلع على ستيشن كل متر او كل نص سنتي زي ما انت عايز. ده ان شاء الله في الكوريدور هنشرح. ولكن مبدئيا لو عايز الاينمنت سنتر لاين فقط، عايز بروفايل سنتر لاين فقط من هنا، ميول جانبيه وما الى ذلك، يبقى لازم تعمل كوريدور في الرسم عشان تبتدي تطلع بقيه الايه بقيه البيانات. ازاي اظهر مناسيب؟ مناسيب لسه هنخش في المناسيب. في مشكله في الصوت، يرجع اعاده شرح توسعه الاوفست. هستاذنك معلش توصل للقناه عندي بس كده، الدرس رقم 68 و69 في الدوره الاساسيه، هتلاقي تفاصيل الايه شرح التوسعه التوسعات على منفرده. يعني استخراج الاحداثيات باوفست معين، هو حاليا زي ما انت شايف ان الاوفست سوري الخط المستقيم ده لو هو على السنتر لاين. ممكن بتعمل حركه تانية في حاله لو نستاذنكم اللي بيكتب على الشاشه، اللي بيكتب على الشاشه يا شباب
كلير اول. عندي هنا اسف هبتدي انا اضغط على المسار مثلا على سبيل المثال، خلينا في المسار اللي هو كان هنا ده، المسار ده تمام. في حاله لو انت هتعمل تقرير فبيجي لك السنتر لاين فقط، لو عايز يمين وشمال طبعا بدون مناسيب بتبتدي تدخل على البوينت. حلو كده، هتلاقي الالاينمنت، هتلاقي حاجه اسمها الميجر او الديفايد. في الحاله دي انا هقول له ميجر عشان هيطلع قيم معينه، فبيقول لي بادئ من ستيشن صفر، فبقول له ايوه سوري زيرو انتر از نوت فاليد. من النقطه دي ستيشن زيرو لحد النقطه دي اللي هي الستيشن الاخيره تقريبا، انا اسف معلش، هو دلوقتي احنا اخترنا له من هنا الالاينمنت ميجر اوبجكت الالاينمنت اللي هو المسار ده من الستيشن البدايه، فبقول له انتر لحد ستيشن النهايه مثلا، فبقول له انتر. بيقول لي على اوفست كام، فهنا بتحدد له الاوفست اللي انت عايزه، على سبيل المثال انا بقول له 10 متر تمام كده. الانترفال كل قد ايه؟ كل 25 متر، وبقول له انتر. فبيقول لي بقى ديسكريبشن ايه والاليفيشن ايه، بيبتدي يظهر لك النقاط زي ما انت شايف على الرسم، ديسكريبشن واليفيشن. طبعا انا مش هقعد اقول له انتر انتر انتر، لا بتيجي انت حضرتك عند البوينت كريشن تولز هنا، العلامه اللي على اليمين دي مجرد ما بتضغط. طب كويس ان احنا قلنا الحته دي. في البوينت كريشن تولز هنا ساعتك هتبتدي تعمل ايه؟ تقول له والله انا عايز الاليفيشن بيبقى نون، مش عايز اليفيشنز لان مفيش مناسيب بالفعل. وفي الديسكريبشن عايزه ايه؟ اوتوماتيك اوبجكت. يعني ايه اوتوماتيك اوبجكت؟ هيطلع ومرتبط تقريبا بالاسامي، الاسم بتاعه مرتبط بالالاينمنت اللي موجود. في الحاله دي اقول له انا عايز اعمل ميجر للالاينمنت، واختار له الالاينمنت واقول له ستيشن البدايه ستيشن النهايه، والاوفست بتاعي انا عايزه على 25 متر. حلو كده، والانترفال كل 10 متر مثلا، وزي ما انت شايف عمل لي على اوفست 25 كل 10 متر. في نفس الوقت لو انا اخترت النقطه وقلت له الليست بتاعتها زي ما انت شايف، بص الديسكريبشن بتاعك قال لك ايه؟ قال لك دي اللي هو رود 01 الستيشن بتاعتها كذا. دي في حاله لو انا اخترت ايه؟ برومبت فور ديسكريبشن، قلت له اوتوماتيك اوبجكت، يبقى هو بياخد العنصر بتاعي وبيبتدي ينسب ليه. طب انا عايز اخد مثلا النقطه دي، مجرد ما بشوفها كده بيقول لي والله النقطه دي الديسكريبشن بتاعها الرود واحد الاستيشن بتاعتها 400 وكام؟ 460. يبقى انت تقدر تجيب كمان الاستيشن بتاعه النقطه اللي انت طلعتها دي عباره عن ايه، مجرد ما انت بس اخترت مين؟ اخترت ان الديسكريبشن بتاعك هنا تقوم له اوتوماتيك اوبجكت. اتمنى تكون وصلت دي بطريقه سهله وبسيطه. طريق سرعته 120 في كيرف نص قطره 5000 و6000، محتاج سوبر ليفيشن. ويفضل طبعا يبقى السوبر موجود في كله، هو البرنامج هيبقى هيشوف لك القيم بتاعته ايه ويقول لك ويقول لك محتاج سوبر ولا لا. ازاي اعرف ازاي كان الكيرف ده محتاج سوبر ولا لا؟ يعني اعرف ازاي كان الكيرف محتاج سوبر ولا لا؟ على حسب انت المشروع بتاعك السرعه بتاعته ايه وطبعا يكون على حسب السرعه طبعا بيختلف عمليه الايه معايا الكيرفات بتاعتك، بناء على السرعه بيحسب لك البرنامج سوبر وعلى قيمته قد ايه؟ هل كام في المية؟ بناء على نوع الطريق بتاعك. شكرا على المحاضره الشيقه، الله يبارك لك يا رب. طب اعتقد ان احنا كده خلصنا الاسئله، لو في حاجه لازمكم نخليها لايه؟ لحد الاخر. نبتدي على البروفايلز، مستعدين يا شباب؟ كله يكتب واحد عشان نتاكد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب على بركه الله. نبتدي في لحظة واحدة بس كده في البروفايلز. أنا كنت عملت ده وده وأقول له ديليت وأعمل ده وأقول له ديليت. إيه هو البروفايل؟ البروفايل عبارة عن القطاع الطولي للطريق، القطاع الطولي للطريق. ثواني معلش عشان بس أشيل الأنوتيشن اللي موجودة دي، كلير أول وأقفل هنا. يعني إيه قطاع طولي للطريق؟ دلوقتي أنا عندي ده سطح الأرض الطبيعية، انا عامله دلوقتي الشكل بتاعه اللي هو البوردر اونلي اللي هو الحدود الخارجيه. ندور بصيت عليه اوبجكت فيور عشان نتاكد، او زي ما انتم شايفين ده سطح مين؟ سطح الارض الطبيعيه. تمام، المسار بتاعي لو الالاينمنت في الحاله دي احنا هنشتغل على الالاينمنت اللي موجود هنا، مجرد اختيار الالاينمنت بيجي حاجه اسمها السيرفيس بروفايل. ايه هو السيرفيس بروفايل؟ اللي انا عايز اشوف شكل الارض الطبيعيه على سنتر لاين الطريق اللي موجود. في العادي هو بيظهر على السنتر لاين، ولكن انت ممكن بتدي له اوبشنز اللي انت تظهر شكل الارض الطبيعيه على السنتر لاين او على يمين وشمال السنتر لاين. ففي الحاله دي انا عايز اشوف شكل الارض الطبيعيه تحت بالظبط تحت المسار بتاعي هنا، شكل الارض الطبيعيه ايه؟ مجرد ما بضغط عليه وبقول له سيرفيس بروفايل، معنى سيرفيس بروفايل يبقى انا عندي لازم يكون في سطح موجود في الرسمه عشان ابتدي اعمل له ايه؟ سيرفيس بروفايل. اما لو سطحي تصميمي فبعمل له ايه؟ ببتدي اضغط له على البروفايل فيو بيظهرها وبعدين بعمل له بروفايل تصميمي. ففي الحاله دي انا هقول له سيرفيس بروفايل تمام. فهو الراجل بيقول لي والله انت الالاينمنت بتاعك اللي هو 01 بدأ من الستيشن كذا للستيشن كذا، وبيقول لي تو سامبل من الى. يعني ايه تو سامبل؟ هو في العادي بياخد سامبل، يعني بياخد عينه.
عشان برضو كلمه سامبل دي هتقابلنا كتير بعد كده. سامبل يعني بياخد عينه من الحاجه اللي احنا بنديها له. في الحاله دي بيقول لي انت عايز العينه بتاعتك من البدايه لحد النهايه، ممكن اقول له لا انا عايز مثلا السامبل بتاعتي لحد نص الطريق بس وهكذا. يبقى انا بحدد له من هنا الحد الحدود بتاعتي كاستيشنات من الى. طول ما انا ما اخترتش سامبل اوفست يبقى هو هياخد السنتر لاين بتاع الطريق. ادي عندي هنا لو عندي كذا سطح بيظهروا معايا في القائمه دي، مجرد ما بختار السطح وبقول له اد بيبتدي يظهر معايا تحت هنا بيقول لي والله السطح بتاعك دوت اسمه ان جي ال والاوفست بتاعه صفر. معنى ذلك ان هو هيديني شكل الارض الطبيعيه تحت المسار مباشره. لو انت حبيت تجيب يمين المسار شويه او شمال المسار شويه تبتدي تتعلم على كلمه سامبل اوفست وتكتب له الاوفست. انا عايزه اقعد على بعد مثلا 10 متر يمين و10 متر شمال. ايه فايده الموضوع ده؟ احيانا بنستفيد منها في حاله لو انا يعني انا عايز اشوف شكل الارض الطبيعيه على بعد يمين ويمين وشمال الطريق هتبقى كام. فانا عندي مثلا عرض الطريق 10 متر، فمبدئيا انا عايز اشوف على بعد 10 متر يمين و10 متر شمال شكل الارض الطبيعيه متغير عن السنتر لاين ولا لا، لان ممكن يكون السنتر لاين في منطقه وادي ويمينه وشماله جبل، فيبقى انت يبقى مدرك الى حد ما يمينك وشمالك اللي بيحصل. على هذا الاساس لو انا قلت له ان جي ال وكتبت له هنا سامبل اوفست على 10 متر فهيجيب لي كاني واخد اوفست 10 متر يمين وهو جايب عليه بروفايل و10 متر شمال وهو جايب عليه بروفايل. في الحاله دي انا هاخد بس السنتر لاين عشان ايه ما نقولش ايه ما نقولش اكتر من كده، سوري ما ناخدش داتا اكتر من كده. طيب عندي حل من اثنين، يا اما اقول له اوكي يا اما درو بروفايل فيو. ايه هي البروفايل فيو ده؟ هيعرض لي الشكل اللي انا ايه الشكل اللي انا خدته او العينه اللي انا خدتها. على سبيل المثال انا نسيت ورحت قايل له اوكي. طيب هو كده الراجل طلع لي ويندو قال لي الف مبروك انت عملت مين؟ عملت بروفايل فيو بتاعك للايه؟ للحاجه بتاعتك. بص يا جماعه الشاشه دي مش عارف احنا اتكلمنا عنها ولا لا، اسمها البانوراما. البانوراما دي بتحصل فيها حاجات كتير، بيطلع فيها شويه تفاصيل، بيطلع فيها حاجات. اهم حاجه الايفنتس، الايفنتس الاحداث بتاعتك، بالذات لو ما بيحصل ايرورز، بالذات طبعا في حبيبنا الكوريدور بيبقى ايرورز بسم الله ما شاء الله يعني. بتظهر كلها هنا، بعد كده انت ممكن تيجي اكشن وتقول له كلير ايفنتس وبتاع. الفكره كلها ان اي مشكله بتظهر عندك هنا انت او هنا بيقول لي التايب بتاعك ده انفورميشن، دي معلومه يعني ما فيش مشكله، ما عنديش اي مشكله، هو بس انت عملت حاجه جديده فقال لك دي انفورميشن معلومه. اما لو ايرور بيظهر لك عندك ايرور هنا، مجرد انت بتضغط دبل كليك عليها بيقول لك والله الانفورميشن دي بالتفاصيل بتاعتها عباره عن ايه. تمام كده؟ لو ايرور نفس الشيء دبل كليك وتعرف الايرور ايه، لان ده هنشوفه ان شاء الله اثناء الكوريدور. انا من محبي ان انا طبعا شغال على شاشتين، مش عارف ابقى اصور لكم الوضع عندي، انا دايما شغال على شاشتين، الشاشه اللي على اليمين دايما الصغيره حاطط فيها الويندو دي بالذات وانا شغال في الكوريدور، عشان لما بيظهر ايرور في الكوريدور اعرف ايه هو واحله مباشره، بحيث بعد ما بخلص مشروع بالكامل بتلاقي مثلا انا عامل مثلا فرضا 50 طريق ما فهمش ولا ايرور واحد. ليه؟ لان انا بحل الايرورز مره بمره ورا بعضه على طول، عشان لو عندي الايرورز دي تراكمت مش هعرف احلها وهتوه منها. ولو حصل اي تغيير في الكوريدور بتاعي ان شاء الله ده بعد كده في النصايح يعني، حصل اي تغيير في الكوريدور انا مش هحس بحاجه، لان هي كل شويه ايرور بتطلع لي وانا عمال ايه اقول له كلير نظفها 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 وتبقى الدنيا بايظه اساسا. طيب فالشاشه البانوراما دي من الشاشات المهمه ايه جدا بتظهر معانا وبتختفي. طبعا هي بتظهر في حاله حصل ايرور او انفورميشن، وبعد كده انت بتقفلها ايه ديسميس وخلاص بيقفلها لك من على الشاشه. طيب دلوقتي انا عملت بروفايل فيو، اتاكد من ان انا سوري عملت بروفايل، خدت عينه من الارض الطبيعيه على المسار بتاعي. بتظهر معاك فين؟ قائمه بروسبكتور على قائمه الاينمنت. طبعا زي ما شايفين القائمه الاساسيه ما فيهاش بروفايل، لان الاينمنت البروفايل سوري البروفايل والسوبر الفيجن الاثنين دول تابعين للاينمنت، فتلاقيهم تحت الاينمنت دايما. الاينمنت هنا متقسم على حسب الانواع، ففي الحاله دي انا عندي سنتر لاين فبقول له اضافه، انا عندي الخط بتاعي اللي هو ده تقريبا اسمه رود واحد. تمام، بضغط على علامه الزائد اللي جنبه الاقي حاجه اسمها الايه البروفايلز هنا، مجرد ما بضغط عليها قال لي والله انت عامل بروفايل للارض الطبيعيه، هو مسميها سيرفيس 3. احنا ممكن نشيل حتى كلمه سيرفيس 3 دي تقريبا ممكن تتشال، وبتقول له اوكي تمام اللي هو الان جي ال. طيب هل انا عندي بروفايل فيو في الرسمه؟ لا ما عنديش. هل عندي سامبل لاين مرتبطه بالمسار ده؟ لا ما عنديش. عندي سوبر اليفيشن فيو موجوده في الرسمه؟ لا ما عنديش. لو عندي بتظهر مباشره عندك. ليه؟ لان كل ما هناك تعمل كليك يمين وبتقول له مثلا ايه سوري زوم تو في حاله لو هي ايه ظاهره على الرسم. طيب انا عايز ابتدي اظهر البروفايل ده واشوف شكله عامل ايه. مجرد ما بتضغط على الالاينمنت بتاعك هتلاقي البروفايل فيو ظهرت معاك فوق هنا، او لو انت على الهوم ويندو هتلاقي عندك انت ممكن بتختار بروفايل فيو تقول له كرييت بروفايل فيو، بتختار له مين؟ تختار له الالاينمنت بتاعك اللي موجود. في الحاله دي انا عندي البروفايل اللي هو الرود واحد. تمام، البروفايل فيو ستايل طبعا هي ليها ستايل، عندنا مجموعه ستايلات بتنزل مع البرنامج وممكن تعدل فيها زي ما انت عاوز زي ما هنشوف دلوقتي. الرينج
اللي هو دلوقتي انا خدت اوريدي عينه زي ما احنا شفنا ان احنا عينه خدناها من البدايه للنهايه، هل لازم اعرضها كلها؟ لا، انا ممكن اعرض له من البدايه مثلا لحد النص او منطقه في النص بس زي ما انت عاوز. في الحاله دي هاخده من البدايه لحد النهايه. الهايت اللي هو الارتفاع بتاعه، ففي الحاله دي هاخده اوتوماتيك، بياخد اقل قيمه واعلى قيمه، بياخد بيزود عليها شويه او بيقلل عنها شويه، او ان انا بدي له قيمه معينه كبدايه من تحت وقيمه معينه كبدايه من فوق. والسبليت دي في حاله انا هقسمه كذا ايه كذا كذا بروفايل بناء على الارتفاعات بتاعته. انا بنرجع لها ان شاء الله بعدين في منطقه متقدمه شويه. البروفايل ديسبلاي اوبشن هو بيقول لي والله ان الان جي ال او السطح بتاعك هيظهر بالستايل اللي اسمه ايه اكزيستنج جراوند بروفايل، وهنشوف الكلام ده كله لما بيظهر معانا. عندي الداتا، الداتا باندز اللي هي البندات او الكتابات اللي بتظهر تحت، قبل الحاله دي هنخليها الستاندرد، والهاتش برده هنخليه مؤقتا دلوقتي، واقول له كرييت بروفايل فيو ونزل لي البروفايل فيو هنا. زي ما احنا شايفين ظهر معايا البروفايل فيو عباره عن جريد او شبكه كبيره فوق فيها الخط الاحمر ده. مجرد ما بضغط على الخط ده بيقول لي الخط ده عباره عن البروفايل ان جي ال، يبقى اي عنصر من العناصر اللي مرسومه جوه الجريد دي اقدر اختاره ويقول لي مباشره ده عباره عن ايه. تمام. الجريد اللي موجوده دي اللي هي البروفايل فيو نفسه، اللي تحت دي اللي هي المنطقه اللي فيها البيانات اللي تحت دي اسمها الداتا باند، البيانات اللي موجوده تحت. طيب اقدر اعدل اي عنصر تتعدل، مجرد ما بتضغط عليه وبتعمل كليك يمين وبتقول له ايديت فبيعمل لك ايديت للستايل ده، او مجرد ان انا بختار زي ما احنا شايفين او زي ما احنا عارفين كل عنصر من عناصر السيفل، مجرد ما انت بتختاره بيظهر لك مباشره التاب بتاعه بتاع التغييرات. في الحاله دي لو انا عايز اعدل اي حاجه في البروفايل فيو ببتدي اختار بروفايل فيو بروبرتس، وهو مقسم لك هنا مجموعه عناصر، البانز اللي هي تبقى موجوده تحت خالص، البروفايلز اللي هي الخطوط اللي جوه المحتوى اللي جوه الجريد نفسها. طب الجريد نفسها فين؟ في الستايل اللي هي البروفايل فيو. الاستيشنات اللي هي من البدايه للنهايه، يعني انا ممكن في اي وقت اغير القيمه بتاعتي بدل ما هو من الى لا هعمل لهم ارقام ثانيه زي ما انا عاوز، ونفس الشيء بالنسبه للاليفيجنز فوق وتحت. تمام. يبقى انا في الحاله دي هبتدي اقول له ايه، والله انا عايز اعدل على سبيل المثال الجريد الشبكه دي. الشبكه دي زي ما انتم شايفين لو بصينا انا عندي هنا دي ستيشن 0 ستيشن 20 وما بينهم ثلاث خطوط، يعني معنى ذلك ان هو ماشي 5 10 15 20، هو ماشي كل 5 متر. ففي الحاله دي انا عايز اخليه كل 25 متر. في العادي البندات اللي تحت بتتبع الشبكه اللي فوق، بتتبع الميجور بتاع الشبكه اللي فوق. مجرد ما بختار هنا وبعمل كليك يمين وبقول له ايديت بروفايل فيو بيظهر معايا الويندو دي. اول حاجه الجراف اللي هو ايه، ثواني بس نعمل شويه زوم كده عشان نبقى شايفين. دلوقتي فرق المنسوب هنا على سبيل المثال هنا مكتوب لي ده 24 وده 26، يعني المفروض فرق المنسوب 2 متر. لو انا حبيت اقيس بالانوتيت وجيت قلت له والله قيس لي من المسافه من هنا لحد هنا اوكي، زي ما انتم شايفين جاب لي كام؟ المسافه 20 متر، في حين ان هي المفروض تكون 2 متر فقط، لان في العادي البروفايل بيبقى معمول له سكيل راسي 10 مرات، سكيل راسي 10 مرات، ليه؟ عشان يبين لك قيمه التغييرات او فرق التغييرات على المسار بتاعك. ولكن فعليا انت لو حبيت تقللها في اي وقت بتعمل كليك يمين وبتقول له ايديت فيو ستايل، وبتبتدي تعدل قيمه الايه الفيرتيكال اكسكريشن اللي هو التضخيم الراسي اللي هو في العادي 10، انت ممكن تعملها 1. يبقى بص لو قلت 1 وقلت له اوكي زي ما انتم شايفين هنا القيمه هتطلع ايه، تطلع ستاندر مظبوطه، وده شكل الارض الطبيعيه فعليا اللي موجود. ولكن يفضل وانت شغال بتخليها مضروبه مثلا في 10، دي القيمه الراسيه. تمام. مجرد ما بتقول له ابلاي مباشره بيتعدل معاك عشان تبقى شايف التغييرات بتاعتك عامله ايه، عامله ازاي. طيب من الحاجات الثانيه اللي انا عايز اغيرها الجريد نفسها الشبكه. بصوا يا جماعه عشان هي بس الناس تختلف عليها، الهوريزونتال اكسس اللي هي دايما بصوا على الشكل ده عشان الناس بتختلف بس معايا الفيرتيكال والهوريزونتال. المفروض الخط ده كده خط راسي، لا هي المفروض ده الهوريزونتال اللي هنا، هو بيتكلم على المسافات الافقيه اللي هنا. فدايما بتشوف هنا والله المسافات الافقيه بتاعتك زي ما انتم شايفين، هو كاتب لك هنا كل كام؟ كل 20 متر كميجور وكل 5 متر كماينور. فانا بقول له لا انا عايزها كل 25 متر، حلو كده، والانترفال كل 5 متر ما فيش مشكله. طب والفيرتيكال الراسيه هو كاتب لك هنا كل كام؟ كل 2 متر، والماينور اللي هو الثانوي كل متر. لحد كده اوكي. وباجي في قائمه ديسبلاي، ديسبلاي دي خاصه باظهار مين؟ اظهار الليارات بتاعت الشغل بتاعي. ففي الحاله دي انا مش عايز اشوف الميجر سواء في الافقي او في الراسي اللي هي الخطوط البينيه، انا عايز اشوف بس سوري مش عايز اشوف الماينور، عايز اشوف الميجر فقط. باجي عند الماينور هنا بعمل له علامه اللمبه دي بقفلها، ونفس الشيء هنا. طبعا ممكن تغير اللون، انا دايما بغيره بخليه 51 251 وبقول له ايه، بقول له اوكي. نشوف مع بعض كده بقت الشبكه هنا عندي كل 2 متر تمام، وعندي هنا كل 25 متر، واوتوماتيك الكتابات اتغيرت كل 25.
يبقى الكتابات السفلية دي بتتغير بناء على الكتابات العلوية. اللهم إلا أنا غيرت بعد كده في الستايل، باجي منين أعرفها منين؟ لو أنا جيت في الباندز هنا زي ما انتم شايفين مكتوب هنا إيه، ماتش ميجر ماينور انكريمنت تو فيرتيكال جريد انترفال، يعني إيه؟ هيعمل لي ماتش ما بين الخطوط بتاعتي اللي بتاعت الجريد بتاعت الباندات اللي تحت، وبعدين مع مين؟ مع الخطوط اللي إيه؟ الخطوط اللي فوق. حلو؟ يبقى ايه هو عامل ماتش ما بين الاثنين. يبقى انا غيرت في اي وقت، لو انا حبيت اظهر الكتابات بتاعتي كل 10 متر، يبقى انا مجرد ما هطلع في الشبكه اللي فوق وبقول له ايديت وبقول له عدل لي الشبكه بتاعتي اللي هنا دي كل 10 متر على سبيل المثال، مجرد ما بقول له ابلاي بصوا ونقول له اوكي هيبتدي مباشره يعدل لي الايه الحاجه. زي ما انتم شايفين الكتابات دخلت في بعض لان المقياس كبير، ممكن لو قللنا المقياس شويه يبتدي تظبط معنا شويه، ولو كده هتضطر ان انت تغير حجم الكتابات قليلا. في الحاله دي هخليها 25 متر سوري كل 25 تمام، وبقول له اوكي بيبتدي يعدلها لي زي ما احنا شايفين. طيب نكبر برضو ايه السكيل شويه عشان يبان معنا الكتابات. طيب الكتابات اللي احنا لو بصينا عليها هنلاقي ان الكتابات هنا رقمين بعد العلامه العشريه وهنا ثلاث ارقام، ولكن الرقمين واحد. ليه رقمين واحد حتى الان؟ لان مفيش تصميم تاني معايا او مفيش منسوب تاني معايا اقدر انا اقارن بيه. طيب نبتدي نعمل بروفايل تصميمي كده سريعا ونبتدي نشوف ايه المعطيات. مجرد ما بختار انا الجريد بتاعتي او الشبكه بتاعتي بتظهر معايا الويندو العلويه دي، من ضمنها حاجه اسمها ايه بروفايل كرييشن تولز. يبقى انا هبتدي هنا اعمل مين؟ هبتدي اعمل بروفايل تصميمي للطريق بتاعي. حلو كده؟ لكن لو انا حبيت في اي وقت على سبيل المثال عندي سطح تاني موجود هنا وحبيت اظهره معايا، يعني مثلا على سبيل المثال نعمل سطح سريعا كده كريت سيرفيس هنسميه اي جي 2 تمام، والسطح ده هو عباره عن السطح الاساسي بتاعنا في الايديت بيست سيرفيس اللي هو الارض الطبيعيه، وهنعمل له ايديت ناقص 2 متر ونص تمام. يبقى انا كده عندي سطحين فوق بعض، سطح الارض الطبيعيه وسطح مين؟ وسطح تاني اسمه الاي جي تمام. لو انا عايز ابتدي اظهر السطح التاني معايا مجرد ما بضغط على الالاينمنت بتاعي وبقول له انا عايز اعمل سيرفيس بروفايل، بيقول لي والله في سطحين عندك الان جي ال والاي جي. طب الان جي ال ممكن اضيفه تاني؟ اه ممكن تضيفه تاني وتالت ورابع وباوفست الثانيه مفيش اي مشكله. في الحاله دي انا اقول له الاي جي اللي انا عايزه المره دي وبقول له اد، ويقول لي طب الستايل بتاعه اكزيستنج. ساعتها انا عندي هنا الستايلات في كذا ستايل، فبقول له والله الستايل بتاعي اسمه مثلا انترسكشن بيزك مثلا، بغير الستايل وخلاص. ومجرد ما بقول له اوكي بقول له اوكي هنا بتطلع لك الويندو دي تاني، بقول له خد انفورميشن خد بالك يعني ايه معلومات ان انت عملت بروفايل جديد. طيب مباشره هو عمل ايه؟ نبص كده مع بعض، هو ضافه لي مباشره على البروفايل فيو. طب انا مش عايز اظهره هنا، هو مباشره مجرد ما انا عملت هنا كده ضافه لي مباشره على البروفايل فيو. زي ما انتم شايفين عندي الكتابات تحت هنا ايه اختفت معايا، مجرد ما بضغط هنا ولو جينا في الاليفيجنز هقول له لا اعمله لي اوتوماتيك، لان هو اوتوماتيك حوله لي يوزر، لا هعمله اوتوماتيك وارجع اقول له ابلاي واقول له اوكي. زي ما انتم شايفين ظبط لي ايه؟ ظبط لي المناسيب بتاعتي بحيث بقت المناسيب بتاعتي كلها جوه الجريد، ده رقم واحد. رقم اثنين لو انا ضغطت برضو البروفايل فيو هنلاقي هنا في قائمه البروفايلز ان ظهر معايا السطحين بتوعي الان جي ال والسطح اللي اسمه الاي جي 0A 02. حبيت اظهره في الرسم بعمل له علامه الدرو دي اوكي، ما حبيتش فبشيل له كلمه درو وبقول له ابلاي وبقول له اوكي. هو كده اتشال من البروفايل فيو ولكن لسه كما هو جاهز موجود معانا فين؟ موجود معانا في الالاينمنت بتاعنا. احنا جينا الالاينمنت البروفايلز ادي الرود واحد، قلت له بروفايل قال لي البروفايل انت عندك حاجه اسمها اي جي 02 وعندك حاجه اسمها ان جي ال، يعني هو لسه موجود جوه ولكن هنا دي البروفايل فيو ما فيش اي مشكله، انا بس شلت ايه شلتها من عليها ليس الا. خد بالكم لو انت عندك حاجه مرسومه جوه الشبكه الجريد دي وعايز تشيلها ما تضغطش عليها وتقول له ديليت، ها لازم تضغط على الجريد نفسها وتقول له بروفايل فيو وتشيلها من علامه مين؟ من علامه الصح اللي موجوده هنا. ليه؟ على سبيل المثال احنا عايزين ايه الخط الثاني ده حلو اللي هو هيظهر تحت اللي هو الخط ده تمام. لو انا اخترته من هنا وقلت له ديليت زي ما انتم شايفين اتلغى من الرسمه تماما، اتلغى زي ما انتم شايفين اتلغى من على اليسار هنا، يبقى هو اتلغى من على الرسمه تماما. حلو كده اللي هو مين البروفايل اللي انا اخدته. ولكن لو انا حبيت ان انا احتفظ بيه جوه البروفايل اللي عندي طبعا كنترول زد عشان احتفظ بيه جوه المسار بتاعي، كل ما هنالك ان انا بضغط على الجريد وبقول له والله تعمل لي ايه ما تظهره ليش في الرسمه، مجرد بتجي على قائمه بروفايل وتقول له درو لا انا مش عايز اظهره شيل علامه الصح وبتقول له اوكي، كده اختفى وفي نفس الوقت موجود معاك فين؟ موجود معاك في الرسمه.
دي بنستخدمها امتى؟ لما بنعمل كذا بروبوزل. انا عايز اعمل مثلا 3 بروبوزل لتصميم، مثلا لطريق، 3 مقترحات، فالثلاثة مش هظهرهم في الرسمة مرة واحدة، لا ممكن اظهر مقترح واقفل الاثنين التانيين، بس الثلاثة هيفضلوا موجودين معايا في الايه، في الالاينمنت بتاعي، بحيث اقدر استخدمهم في اي ايه، في اي وقت. طيب نبتدي نعمل نعمل ايه، حاجه بسيطه كده في تعديل الشبكه الشكل العام. بس انا طبعا انا بحب طبعا جريد شبكه كده كامله على حسب ما انتم عاوزين يعني. ودايما بعمل انا حركه هي حلوه في حاجه، حلوه في العين سواء هنا وفي الطباعه، بس هي لازم تاخدوا بالكم في الطباعه. الشبكه دي الجريد عاده بتبقى لونها فاتح شويه، انا بعملها مثلا اللي هي كام 51 بحيث يبقى لونها غامق كده، وساعات بعملها اغمق كمان من كده، يعني مثلا بختار المجموعه كلها من هنا لحد هنا وبقول له والله خليها لي مثلا 50 وبقول له اوكي. زي ما تشوفين بقت شبكه لونها اسود، في حاله لو الخلفيه بتاعتي اسود بتبقى كويسه، لكن انا الخلفيه بتاعتي مش عاملها اسود، فكده الى حد ما مريحه للعين. لكن لو لونها ابيض اساسا الشبكه دي هتلاقيها مثلا، على سبيل المثال هنغير لونها اللي هي باي لير وبقول له اوكي ابلاي. هنا بتبقى فاتحه شويه، ممكن تغيرها لو في ناس بتعملها افتح من كده اللي زي مثلا كده، اقول له ابلاي. دي هنا بتبقى الشبكه باينه هنا في الرسمه، ولكن في الطباعه ما بتبقاش باينه، بتبقى في الطباعه خفيفه. فانا بعمل ايه بقى؟ بعملها هنا في الرسمه بتبقى غامقه اللي هو مثلا 251 على سبيل المثال اللي هو ده كده. انا هوريكم بس الشكل بتاعي، مثلا لو جيت انا كنترول بي اللي انا هطبع حلو كده على بي دي اف مثلا، بسم الله بي دي اف، قلت له مثلا ويندو اللي هي المنطقه دي كده، ونشوفها مع بعض. زي ما شايفين الخط اللي ورا طالع باهت شويه، مش مؤثر على خط مين، على الخط بتاعنا، بحيث ان التفاصيل بتاعنا تبان احسن. حلو، ولكن على الرسم هنا هو ايه مضايق شويه، مش موضح قوي. فبعمل ايه، انا بغير القيمه بتاعتي هنا، بخليها مثلا 200 اللي هو 251 بحيث حاجه استريح لها وانا شغال 251 تمام. ولكن 251 ده لو انا جيت طبعتها نفس الشيء وقلت له بروفايل فيو، هتلاقوا ان الخطوط سوري انا اسف، لود كنسل 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 كنترول بي، قلت له ويندو المنطقه دي كده. بصوا هتلاقوا الكتاب انا عاملها ايه، ابيض واسود ليه خير. انا عايز هنا دي دبليو جي اوكي، هتلاقي الخطوط هنا طالعه ايه، طالعه غامقه شويه. فبعمل ايه، انا بقى بعمل في البين اساينمنت عندي هنا على اليمين، بعمل اللي هو زي ما انتم شايفين 251 254. يعني ايه البين اساينمنت دي؟ مهمتها ان هي بتتحكم انت في الاطوال بتاعت الخطوط والسمكات واللون. فباجي على انا عامل الخط اللي ورا ده 251 حلو، يبقى هو على الرسمه 251، ولكن في الطباعه بخليه 254. في الطباعه بغير له من هنا واقول له 254، ولو قلت له سيف اجي مثلا في البروفيو هنا هتلاقوها هنا هي خفيفه حلو، يبقى في الطباعه هتطلع خفيفه وفي نفس الوقت في الرسمه طالعه غامقه، بحيث ايه هتبقى اريح للعين. يعني دي حركه انا دايما بعملها عشان تبقى ايه العمليه اسهل بالنسبه لكم. طيب حاجه ثانيه برضو، في احيانا انت ممكن تغير الجريد بتاعتك تبقى متصله بس توصل لحد المسار اللي هو البروفايل بتاعك وتقف. لو انا اخترتها وقلت له ايديت بروفايل فيو، في ناس تحب الحكايه دي اللي هي في الجريد هنا بتقول لك اللي هي الايه الكليب، كليب يعني هيقطع هيقطع الشبكه بتاعتك سواء افقيا او راسيا لحد اعلى منسوب موجود عندك. حيث لو انا قلت له هايست بروفايل حلو كده، لو قلت له اوكي زي ما انتم شايفين هو قطع لك الشبكه بحيث تبقى اوضح للعين. طبعا في ناس بتحب الحكايه دي بس انا صراحه ما بحبهاش، اتس اب تو، يعني ان هو قطع لك الشبكه الافقيه والراسيه لحد اعلى منسوب موجود معاك. طبعا لو جاء منسوب التصميم زي ما هنشوف دلوقتي، منسوب التصميم جاء اعلى من كده هيوصل لحد منسوب التصميم. طيب نبتدي نعمل منسوب تصميمي، مجرد بضغط على الشبكه دي وبقول له انا عايز اعمل بروفايل كرييشن تولز، بيبتدي هو يقول لي والله انت البروفايل كرييشن تولز بتاعتك دي هسمي لك البروفايل ده ايه، بتسمي الاسم اللي انت عايزه مثلا فاينل جراوند او ديزاين او ايا كان المسمى زي ما انت عاوز. انا عاده بعمل الحركه دي، بضغط هنا دي عشان بعدل النيم الاسم نفسه. زي ما انتم شايفين هو الستاندر اللي عنده هنا ايه الاينمنت نيم، فبضغط له هنا كده هيكتب لي ان اسم الطريق رود واحد وبعدين مثلا مسافه وبعدين اف جي، يبقى كده هيسمي لي البروفايل التصميم الجديد اللي هو رود واحد داش اف جي تمام كده، اللي هو مثلا البروبوزل الاول 01 يبقى اف جي 01 عامل 02 و03 وهكذا.
تمام؟ يبقى دي كده سريعا هيتسمى رود 1 اف جي 01. طيب عندي ديزاين كارتيريا، ممكن بحدد الديزاين كارتيريا بتاعتي هنا على حسب المينيمم تيبلز اللي هي بتاعت كام، بتاعت الاشتو بتاعك، او بتختار من ايه، بتختار من هنا الاشتو اللي انت شغال عليه. طبعا لو انت شغال على اشتو المسار نفسه شغال على 2018 يبقى تختار هنا 2018 2010 2011 2011 اللي اختلفت مش كتيرة يعني. الديزاين يوز ديزاين تشيك سيت بشيل علامه الصح لان دي معايير زياده عن اللي عن الحاجات بتاعتنا. وهنا بيقول لي عايز تظهر الستايل ده شكله ايه. طبعا الستايل ممكن تعدله في اي وقت، في نفس الوقت الكتابات اللي موجوده تقدر تعدلها في اي وقت. ففي الحاله دي بقول له كومبليت ليبل وبقول له اوكي، وبيظهر بار نفس البار الى حد ما، نفس البار بتاع مين، بتاع الالاينمنت، ولكن هنا معطيات طبعا ايه مختلفه. طبعا عندنا برده هنا الفيكسد والفلوتنج والفري نفس الشيء، وبرده فيكسد وفلوتنج فري نفس الايه نفس الشيء. هنا برضو عندي هنا بترسم تانجنت خطوط مستقيمه ولا تانجنت مع كيرفات، وبتدي له تفاصيل الكيرفات بتاعتك ايه، او كونفرت اركس في حاله لو انت عندك اركات موجوده يقدر ايه يحولها لك. تمام، في الحاله دي انا هبتدي اقول له انا عايز تانجنت ويز كيرف، وهبتدي امشي على الايه على طبعا هو يفضل اثناء ما انت بتعمل البروفايل بتاعك بتمشي على الى حد ما ماشي مع الارض الطبيعيه بحيث تقلل كميات الحفر ايه كميات الحفر والرد. والحالة دي مثلا همشي كده على سبيل المثال يعني، هنعمل حركات بسيطة كده ونوصل لحد النقطة دي واقول له ايه واقول له انتر. كل نقطة انا ضغطت عليها هيبتدي برنامج يحط لي مين، يحط لي فيرتيكال كيرف في المنطقة دي. زي ما انتم شايفين طلع لي مثلا هنا ايرور، لو انا وقفت على الايرور فبيقول لي الكرنت كي فاليو 52، في حين ان المينيمم في الحالة دي المفروض يطلع كام، المفروض يطلع 100 وكام 119. فبتدي تتعدل الكيرف بتاعك بحيث يناسب مين المنطقة اللي بس اعتقد ان هو مش هيلحق يتعدل. ان هو مش هيلحق يتعدل، انا غير الميل بس شويه كده هيظبط معانا. طيب على سبيل المثال احنا هنشوف الكي فاليو برضه هنرجع لها تاني، ولكن انا هنا مثلا بدا زي ما انتم شايفين كتب لك اول نقطه دي منسوب الاستيشن بتاعتها كام والليفل بتاعها كام، وبعدين الفيرتيكال كيرف اللي هو حاطه ده، والفيرتيكال كيرف الثاني والثالث. الفيرتيكال كيرف بتيجي في مناطق تغير الايه مناسيب، انت عندك هنا سوري الميول هنا ناقص 3.55 وهنا ناقص 1.13، فعشان كده عمل لك النقطه اللي انا اخترتها له اللي هي نقطه البي في اي دي. مجرد ما انا اخترت له كليك على الرسمه هو بدا يحط لي ايه الفيرتيكال كيرف، ومجرد ما بضغط عليه وابتدي اضغط على العلامه دي بيظهر برده شاشه البانوراما نفسها، ولكن المره دي بيقول لي البروفايل انتيتيز، بيقول لي والله انت بدات بالبي في اي بتاعتك دي، وبعدين كان في بي في اي ثانيه هنا، الجريد اللي داخل كام والجريد اللي طالع كام. تمام، وبعدين طول الكيرف اللي موجود هنا كام والكي فاليو كام. كل قيم من القيم دي موجوده ايه موجوده معاك، يبقى الكي فاليو هنا المينيمم بتاعك 52 ممكن يبقى ازودها مثلا اخليها 100. طبعا ده بيأثر لك مباشره في الايه في بقيه الاطوال. حلو كده، احنا 152 ترجع زي ما كانت. طول الكيرف نفسه الفيرتيكال كيرف نفسه تفاصيله ايه بياناته ايه. طبعا نفس الشيء لو عملت كليك يمين في عمدان ممكن ايه تظهرها، بس طبعا عدد العمدان هنا اقل من ايه من العمدان اللي كانت موجوده في دي في البروفايل في سوري في الالاينمنت. تمام، ده كده البروفايل مثلا على سبيل المثال ده البروفايل التصميمي بتاعي. مجرد ما بضغط سكيب زي ما انتم شايفين على الشمال هنا ادي الرود واحد بقى عندي هنا سطحين موجودين، وعندي التصميم اللي انا سميته رود واحد اف جي داش 01. تمام كده، اللي هو مين الخط التصميمي اللي موجود. طبعا هو عطى له الستايل اللي هو الازرق، بس زي ما انتم شايفين الشبكه الجريد هنا وصلت لحد التصميمي، هنا وصلت لحد مين الارض الطبيعيه. ممكن تثبتها كلها على المنسوب الاقل او المنسوب الاكبر، بتبتدي تقول له ايديت بروفايل فيو، وهنا بيقول لك اهو الكليب تو هايست بروفايل، وكليب تو هايست بروفايل بقول له ابلاي ابلاي، فهو خلاص بياخد المنسوب مين واخد منسوب الارض الطبيعيه وواصل لحد عنده. طبعا انا في العادي صراحه بحب الشبكه كامله بس سامحوني انا ما بحبش الجريد دي اساسا، وبقول له اوكي بحب الشبكه تبقى ايه كامله كده وجميله. طيب لو رجعنا تحت المناسيب مثلا على سبيل المثال انا عندي هنا التصميم هيبقى فوق والارض الطبيعيه تحت، لو رجعت تحت هنا هنلاقي ان المنسوبين واحد زي ما هم ما اتغيروش. ليه؟ لان حتى الان البند اللي تحت ما شافتش منسوبين مختلفين. فبتدي اعدل منين؟ مجرد ما بتضغط على التصميم سوري الجريد نفسها، وبتدي هنا تضغط على البروفايل فيو بروبرتس، وبتيجي على البندز. طبعا البندات دي ليها حوارات كتيره جدا يعني، ولكن مبدئيا احنا هناخد هنا في البند نفسها في حاله لو هي فيها دايما بيبقى عندها بتظهر بروفايلين، ممكن تبقى ظاهر بس كتابه واحده، ولكن هو بيدي لك الاوبشن بروفايل واحد وبروفايل اثنين. في الحاله دي بروفايل واحد اللي هو الان جي ال، البروفايل اثنين كل البروفايلات اللي موجوده معاك على الالاينمنت هنا اللي هم الثلاثه دول
عايز تظهر مين. ففي الحاله دي انا عايز اظهر التصميمي، بضغط التصميمي وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين مباشره جاب لي هنا الارض الطبيعيه والتصميمي. زي ما احنا شايفين هنا التصميمي 640، هنا 634، مع ذلك التصميمي اعلى بالفعل هنا اعلى. هنيجي نبص مثلا في النقطه دي، هنا 633 ده ارض طبيعيه، 628 ده تصميمي. لو بصينا هنا هنلاقي بالظبط بالفعل الارض الطبيعيه الاعلى من ايه؟ اعلى من التصميم. تمام. طيب لحد كده احنا متفقين ان احنا خلاص عملنا المسار بتاعنا وعملنا البروفايل بتاعنا. البروفايل ده يمثل ايه بقى في الطريق بتاعك؟ والله على حسب ما انت عايزه. بمعنى دلوقتي لما نشوف ان شاء الله بعد كده في الكوريدور، الكوريدور بكل ما هنالك ان هو بيجمع التصميم الارض الطبيعيه، سوري السنتر لاين بتاعك، وبيجمع البروفايل بتاعك وبيجمع الاسمبلي بتاعك. فلو انت تقصد ان الارض الطبيعيه، لو الاسمبلي بتاعك نقطه الاسمبلي نفسها على حسب القطاع، هيبتدي يحط لك القطاع بتاعك بنقطه الاسمبلي بتاعتك على البروفايل ده. ودي ان شاء الله هنجعلها للبروفايل ايه، او سوري في اثناء الايه، اثناء الشغل على الاسمبلي. ولكن الفكره كلها ان المسار ده او الخط اللي انا عملته ده، الخط ده انا عامله بحيث يبقى هو ده طب الاسفلت. ممكن لا، ممكن يكون ده مثلا النقطه اول او طب مثلا البيس كورس، يبقى انا كده ساعتها في الاسمبلي بتاعي هيبقى النقطه العلويه بتاعتي او نقطه الاسمبلي بتاعتي هتبقى هي عباره عن مين؟ البيس كورس. ودي طبعا ان شاء الله هنرجع زي ما قلنا فين في الاسمبلي بعدين. ولكن هو عاده بيبقى الالاينمنت اللي انت او سوري البروفايل اللي انت عامله بيبقى الطب بتاع ايه، الطبقات بتاعتك او طب الاسفلت ايه بتاعك. حلو كده. في تولز موجوده طبعا معانا اللي احنا ممكن نعمل ايه. لو انا على سبيل المثال عندي بروفايل تصميمي اوريدي موجود في ملف اكسل بره، طبعا ممكن عندي حل من اتنين، يا اما بدخله بشكل يدوي يا اما بدخله مباشره من ملف اكسل خارجي. طب بدخله بشكل يدوي ازاي؟ هنا زي ما انتم شايفين في النص كده في علامه عليها علامه قلم رصاص صغيره، بتضغط عليها وبتبتدي تدخل له الداتا بشكل يدوي. لو هي خطوط مستقيمه فقط يبقى تبقى ستيشن اوفست، ستيشن اوليفيشن. لكن لو هي فيها فيرتيكال كيرفز، عندك هنا انواع مختلفه للفيرتيكال كيرف. البارابولاك ده اشهر واحد اللي احنا شغالين بيه، اللي هو بتدي له الستيشن والاليفيشن وطول الكيرف. تمام كده. طبعا لازم تدي له ستيشن والليفيجن وطول الكيرف، لو مش موجود بتدي له صفر، وهكذا بتكتبهم له كل مره بتضغط انتر انتر انتر، ويبتدي هو يرسمها لك على ايه، على الرسم بتاعك. لكن في الحاله دي انا عندي الملف بره في ملف اكسل خارجي. طبعا بتاع ملف اخونا خالد، انا عايز هنا وده. طيب بس افتح ملف هنا معانا، انا مجهز لكم ملف كده صغير اللي هو البروفايل ديزاين بروفايل، اهو الملف ده كده. حلو. عندي الاستيشن الاولى الاليفيجن بتاعتي وطول الكيرف. في الحاله دي ما عنديش طول الكيرف، لان عاده احنا بنبتدي بخط مستقيم ما فيهوش ايه، ما فيهوش كيرفات، وبعدين الكيرفات بتيجي في مناطق التلاقي ما بين الايه، ما بين الخطوط. طيب مبدئيا انا عايز اشيل من على الرسم فقط الخط التصميم اللي انا عملته، ببتدي اضغط على البروفايل فيو، وعند البروفايلز بقول له ايه الاف جي ده، شيل لي علامه الصح وقول لي اوكي. يبقى اتشال من على البروفايل، ولكن موجود لسه موجود معايا هنا ايه، على اساس ان هو ايه البروبوزال الاول. البروبوزال الثاني اللي انا هجيبه منين؟ هجيبه هنا. فده كده احنا بنعمل بروفايل فروم فايل. ازاي نعمل بروفايل فروم فايل؟ مجرد ما بتيجي هنا على الخانه الفاضيه مثلا دي او دي ايا كانت الخانه، بتقول له ايكوال معدل كونكاتينيت الصديقه اللذيذه، بتضغط على كلمه اف اكس. تمام. وتقول له والله هنا عايز الاستيشن، وبعدين هنا الفاصل ما بين الاستيشن والاليفيجن مش زي كل مره كما، لا انا هاخدها المره دي سبيس. تمام. لان البرنامج بيقبلها سبيس. وبعدين من هنا بنقول له اليفيجن، وبعدين سبيس، واخر حاجه اللي هو طول الكيرف حتى لو هنا فاضي مفيش مشكله. وببتدي اسحب الداتا بتاعتي لغايه تحت كده، وبعمل كليك يمين وبقول له ايه، وبقول له كوبي. تمام. وببتدي مثلا على الديسك توب، استاذنكم بقى نعمل ملف جديد كده على الديسك توب اللي نسميه بروفايل. بروفايل. تمام. وببتدي اعمل كنترول في وبقول له ايه، سيف احفظها لي، وبقول له اوكي. يبقى انا كده حضرت الداتا بتاعتي كده، عباره عن ستيشن الليفيشن طول الكيرف. دي نفسها اللي موجوده فين؟ اللي موجوده هنا اهي، ستيشن الليفيشن طول الكيرف. يعني انا ممكن ادخلهم بشكل يدوي هنا، افتح الملف الاكسل جنب مني وابتدي نفس المعطيات اللي هنا دي ابتدي ادخلها للبرنامج بنفس الشكل، او ان انا بستدعيها من بره بيبقى شكل اسهل. ولكن بتحصل ساعات مشاكل بسيطه كده، نشوف مع بعض. هبتدي استدعيها ازاي؟ تيجي هنا من قائمه هوم من بروفايل، هتلاقي حاجه اسمها بروفايل فروم فايل. تمام كده. بتضغط عليها بيقول لك فين هو البروفايل ده، فبقول له انا الداتا بتاعتي موجوده هنا ملف التكست ده، وبقول له اوبن. تمام. هتربطها بانهي مسار؟ في الحاله دي هتربطها بالمسار اللي اسمه رود واحد، ومن هنا بختار له مين؟ برده نفس الشيء، بقول له انسرت، وبقول له هنا داش اف جي 02، ده اللي هو الايه اللي هو زي البروبوزال الثاني مثلا، وبقول له اوكي.
بيقول لي الشكل بتاعه ايه، فبقول له هو عباره عن ديزاين بروفايل، طبعا بقدر اغيره في اي وقت بعد كده. بيقول لي عايز تظهر عليها ليبلز ولا لا، ففي الحاله دي بقول له اديني الليبلز كامله وبقول له اوكي. بيطلع لي ايرور زي كده. ليه بقى الايرور ده؟ ساعات بالايرور ده بيظهر معانا ساعات في الاول او في الاخر. فبيقول لي ان الاستيشن الفلانيه دي either outside of the baseline limit or within a gap created by station equation. يعني ايه؟ يا اما هي بره طول المسار اللي هي القيمه دي الاستيشن اللي موجوده دي، يا اما دي في منطقه ستيشن ايكويشن، فساعتها مش هيقدر يستقبلها منك من الملف الخارجي. مجرد ما بقول له اوكي كده كان شيئا لم يكن، وطلع لي زي ما انتم شايفين ايرور، حصل ايرور كانوت ادد ا فيرتيكال كيرف فيرست اور لاست مين بي في اي. تمام كده؟ يبقى هو كده حصل لي ايرور ان هو ما جابليش الملف، ما استدعيليش الملف. فاحنا بنعمل ايه؟ دايما كده حاول ان انت تشوف الاول، مثلا على سبيل المثال تشوف المسار بتاعك بالظبط طوله كام، تضغط على المسار وبتيجي في الديزاين سوري في الستيشن كنترول بيقول لك طوله فعليا لحد كام؟ 12 سم و7 مللي، 12 سم و7 مللي. تمام؟ لان هو مبدئيا هنا بيظهر لك الكتابه اللي بتظهر مثلا مبدئيا اللي هنا دي كده، زي ما انت شايف هو كاتب لك هنا 13، ولكن هو فعليا 12 و7 مللي. تمام؟ لو انا جيت في الملف هلاقي ان هنا مكتوبه كام؟ 13. فغيرها 12 و7 مللي؟ لا غيرها 12، قللها سنتي مفيش مشكله، وهقول لك ازاي تعدلها بعد كده. يبقى تقللها سنتي، وبرده نفس الشيء لو ما ظبطش معاك زود السنتي، خليها نقط ايه الاستيشن البدايه سنتي، وبعدين نعدلها فين في البرنامج. يبقى انا هنا هقلل دي سنتي، هبتدي اخد الداتا دي تاني اقول له كوبي كنترول سي، وببتدي اروح على برنامج سوري النوت ملف التكست بتاعي كنترول اي كنترول في. يبقى انا كده عملتها اللي هي 12. تمام؟ وبقول له فايل وبقول له سيف، وبرجع تاني للبرنامج بقول له والله انا عايز اعمل استدعاء لبروفايل from file، بختار له الفايل بتاعي اللي هو اسمه بروفايل وبقول له اوبن. بيقول لي الاسم بتاعه ايه، ساعتها بختار من هنا وبقول له ده FG02. تمام؟ وبقول له اوبن، والنوع بتاعه اللي هو البروفايل، وعندي هنا الكومبليت سيت اللي اكتب لي الكتابات بالكامل وبقول له اوكي. طول ما طلعليش ايرور اهلا وسهلا، يبقى كده هو استقبله مني. نعرف منين؟ بتيجي مباشره عندك في قائمه البروفايلز هنا تتابع على المسار بتاعك وتلاقي البروفايل بتاعك. زي ما انتم شايفين في ورقه صغيره هنا، يعني هو جايبها منين؟ جايبها من فايل خارجي، جايب الداتا بتاعتي دي من فايل خارجي. مش فاهم الحته دي، طب هرجع لكم الاسئله معلش في الشات، هرجع لها تاني ان شاء الله بعد ما اخلص الجزء دي. يبقى انا كده بجهز مين؟ بجهز الملف عندي هنا ستيشن اوفست اليفيجن. تمام؟ واحاول اول ستيشن واخر ستيشن يكونوا جوه النطاق بتاع الالاينمنت بتاعي مش بره النطاق. تمام؟ ده رقم واحد. ليه؟ عشان البرنامج يستقبلها. نفس الوقت زي ما انتم شايفين احنا عارفين اي بروفايل بيظهر جديد معانا في التصميم بيظهر مباشره فين؟ على الرسم. ادي ظهر معايا الستيشن بتاعتي البدايه اللي هي الصفر، والنهايه هتلاقيها مكتوب لك كام؟ 12. ففي الحاله دي انا عايز اخليها كام؟ 12 و7 مللي. بتضغط على المسار بتاعك او سوري على البروفايل بتاعك، وتبتدي تقول له جيومتري اديتور. تمام؟ وبتضغط على علامه مين؟ علامه الزائد سوري القلم الرصاص دي، وبتزود بس هنا القيمه بتاعتك بدل ما هي 12 هتخليها كام؟ 12 و7 مللي، وبتقول له هو غيرها بالفعل 13 لان هو بيحط بس هنا رقمين بعد العلامه العشريه، ولكن هي فعليا 12 و7 مللي. تمام كده؟ يبقى انا كده عدلتها بالظبط على حساب ايه؟ على اساس الايه؟ التصميم اللي عندي، وظهر التصميم بتاعي ما فيش مشكله. يبقى انا كده عندي في المسار بتاعي عندي اثنين بروبوزل مختلفين، ده البروبوزل الاول، حبيت اقفل البروبوزل ده وافتح الثاني، بقفل ده كده اهو وبفتح الثاني اللي هو بتاعي وبقول له اوكي، بيظهر لي البروبوزل الثاني. تمام كده؟ يبقى انا ممكن اعمل كذا بروبوزل في نفس مين؟ في نفس المسار. بس الكتابات اللي تحت دي تابعه لاني بروبوزل لازم تاخد بالك. لو انا هقدم مثلا البروبوزل اللي احنا جايبينه من البروفايل فروم فايل، الحاله دي هقفل ده وافتح ده اللي هو الاف جي 02، يبقى لازم في البند اغير من هنا مين؟ اف جي 0 ايه؟ 02، وبقول له اوكي عشان ايه؟ يبتدي يعدل لي مين على المسار الايه؟ على المسار الجديد اللي انا ايه؟ او سوري البروفايل الجديد اللي انا عامله. يبقى انا كده عملت بروفايل فروم فايل، جبت الداتا بتاعتها في نفس الوقت اظهرتها على الرسم وعدلت فيها تعديل بسيط عشان اتفادى الايرور اللي ايه؟ اللي ظهر لي معايا في الرسم. تمام كده؟ يبقى احنا كده عملنا بروفايل، بصينا بصه سريعه على البروفايل نفسه والداتا بتاعت البروفايل نفسها، من هنا اقدر ايه اظبط زي ما انا عاوز. طبعا التولز بتاعت البروفايل موجوده عندي هنا زي ما احنا عاوزينها. احيانا بيطلب معانا مثلا كمان ضمن المشاريع طلب مني انا عايز اشوف منسوب، يعني انا دلوقتي عملت كده ده منسوب التوب الاسفلت، عايز اشوف منسوب بوتوم الطبقات بتاعتي على بعد مثلا 85 سم من التصميم اللي موجود. هل كده انا محتاج اغير حاجه او محتاج ارسم بروفايل تصميمي تاني؟ لا، كل ما هنالك ان انا باجي على القائمه دي. تمام كده؟ اهي اللي هي كوبي بروفايل، لو القائمه دي مش ظاهره مع حضراتكم بتضغطوا عليها وبتقول له اديت جيومتري اديتور. تمام؟
وبقول له انا عايز اعمل كوبي للبروفايل ده، فبيقول لي انت عايز تعمل كوبي للبروفايل اللي انت مختاره اللي هو الاف جي بالفعل، هل رينج معين ولا كل الرينجات؟ فبقول له لا كل الرينجات، واعمل لي بروفايل جديد تمام كده، وبقول له اوكي. لو احنا اخترنا هنا هنلاقي ان ده اسمه كوبي، وجينا برضو بصينا في الداخل هنا كده على سبيل المثال، بسم الله، هو البرنامج. طيب معلش انا اعمل سيف بس كده حفظ، انا هو البرنامج هنج، اقفل وافتح تاني البروفايلز. طيب اهو حلو كده. لو انا جيت اخترت من هنا وقلت له والله وريني البروفايل فيوز، عندي هنا في البروفايلز قال لي والله انت عندك الاف جي، عندك حاجه اسمها الاف جي ايه كوبي، يبقى اخد نسخه من اللي موجوده تمام. طيب النسخه دي هبتدي اعدل اسمها، بس هبتدي من هنا، ممكن طبعا تعدل اسمها من هنا لو انت اخترتها وقلت له البروبرتس، ادي اسمها ايه، اسمها كوبي، فانا هسميها ايه داش سب جريد مثلا على سبيل المثال، يعني على سنه البوتوم سب جريد مثلا، وبقول له ايه وبقول له اوكي. يبقى كده الاثنين الالاينمنت او المسارين نفسهم هم ما تغيروش، البروفايل التصميمي وهو البروفايل السب جريد، ولكن السب جريد المفروض اوطى من البروفايل التصميمي 85 سنتي. فساعتها بنيجي على الجيومتري اديتور وبنعمل هنا عندنا حاجه اسمها ايه ريز اور لور، ريز اور لور بي في اي، تضغط عليها وتقول له والله انا عايز اطلع فوق او انزل تحت على حسب القيمه اللي هديها له. في الحاله دي بقول له ناقص 85 كام، 85 سنتي، وبقول له اوكي. زي ما انتم شايفين ظهر معايا مين، ظهر الخط السفلي. ففي الحاله دي انا مش عايز اظهر الكتابات اللي عليه، بضغط عليه وبعمل كليك يمين واقول له ايديت ليبلز، هو ما عليهوش كتابات ولكن عنده ستايل فيه خطوط دي، انا عايز اشيل برده الخطوط دي، يبقى بعدل الستايل بتاعه بس ليس الا. يبقى انا هختار الخط ده بروفايل فيو، اللي هي البروفايل فيو دي، واقول له اسف بروفايل فيو دي، هو مش مختار البروفايل فيو ان هي دي سيلكت، وبقول له ايديت. ادي السب جريد بتاعي اهو، بتعدل بقى الستايل بتاعه منين، بتيجي على اليمين وبتلاقي الستايلات اللي موجوده هنا، بتعدلها اي حاجه تانية مثلا اكزيستنج او لاي اوت مثلا. طبعا اللاي اوت ده بيبقى ليه الوان وليه حاجات كتير، اي دي مثلا هنا الالوان بتاعته، في حاله لو في لاين هيبقى لونه احمر، في كيرف هيبقى لونه ازرق، في الحاله دي هخليه كلهم مثلا لونهم اخضر. اوكي في نفس الوقت ماركرز انا مش عايز ابين عليه اي ماركرز، فبتبتدي تضغط الماركر دي اللي هي الايه الخطوط او ال نان. اوكي 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 زي ما انتم شايفين الماركر دي اللي هي الايه العلامه الصغيره دي، ولكن برضو في عندي اكستنشن لاينز اللي هي زي دي كده، دي برضو انا عايز ايه عايز اقفلها. الاكستنشن لاينز هنلاقيها موجوده هنا بالظبط كده، الاكستنشن لاينز برضو دول انا هقفلهم. وبقول له اوكي اهو، يبقى كده ظهر لي بس الخط بتاعي زي ما احنا زي ما احنا شايفينه عندنا كده. يبقى ده خط مين، خط البوتوم، وابتدي اطلع له بيانات لو حبيت اطلع له بيانات. اتمنى كده العمليه تبقى سهله وبسيطه، معلش هو اللي حد بيقول ان دي صعبه قوي في الريفت احسن لي، لا والله هي انا اسهل بس عشان اول مره تشوف فيها اكيد. اول مره تشوف فيها بس. طيب مبدئيا نتوقف لحد هنا كده في البروفايل ونشوف شويه الايه شويه الـ بسم الله الرحمن الرحيم شويه الاسئله. قولوا لنا ايه الاسئله اللي عندكم. الله يكرمك يا باشمهندس، اللو هاند نقرا اللي في الشات ولا ايه؟ طيب طب لو بصينا في الشبكه كده، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ريت حد عنده تمبليت جاهز للبندات بتنسيق جيد يبقى كتر خيرك، هحاول اعمل لكم طب واحد من اللي عندي وابعته لكم، اللي هي البندات اللي تحت دي عشان دي ليها تنسيق وكده، هبعت لكم اللي انا شغال بيه الاستاندر يعني، بس هو ما فيهوش شغل كتير بس يعني هتبقى حاجه مفيده بالنسبه لكم. هو ممكن السطح ده يكون شبكه، ممكن طبعا لو عندك شبكه ميه وصرف، وده هنشرحها في ايام شبكه الميه والصرف. مجرد ما بتضغط على الشبكه نفسها تلاقي حاجه اسمها درو بروفايل، درو بارس ان بروفايل فيو، تيجي معاك مباشره هنا دي، ان شاء الله هنشرحها في الشبكات. او ممكن حتى نفتح لك سريعا كده ملف شبكات، تقريبا عندي ملف فيه اللي هو ده كده،
زي كده. انا مثلا عندي شبكه على سبيل المثال الشبكه دي كده انا عايز اظهرها في البروفايل فيو اللي هي دي كده المجموعه دي كده مثلا، واقول له هنا هتلاقي حاجه اسمها دروب بارتس ان بروفايل فيو، بيقول لك فين البروفايل فيو، بتقول له دي اهي بتظهر لك مباشره الشبكه بتاعتك فين في البروفايل فيو هنا. طيب رابط تسجيل ده رسم بياني تبع ايش؟ ده طبعا اللي هو الطريق نفسه. ارض طبيعيه بالظبط كده. طيب كان الله في العون. رابط اخر المحاضره ايه دي العمليه اللي في الاكسل؟ معادله كونكاتينيت. معادله كونكاتينيت كنا شرحناها في المحاضرات اللي فاتت، دي معادله ربط اللي هي تجميع مجموعه خلايا قيم موجوده في مجموعه خلايا في خليه واحده، بنساوي ايكوال كونكاتينيت تمام كده. طبعا دي استخدمناها في الدرس بتاع الطرق، ان احنا بنجمع مجموعه الداتا بتاعت الثلاث عندان دول مثلا مع بعض، وبنحط فاصل ما بينهم او من غير فاصل على حسب ما انتم عايزين. في الحاله دي احنا كنا واخدين الفاصل المره دي سبيس مثلا القيمه اللي هنا، وبعدين سبيس، وبعدين القيمه اللي هنا كده. هو بالتالي جمع لي الثلاث قيم بتوع الثلاث خلايا دول في خليه واحده بحيث اقدر استخدمها. طبعا احنا كنا استخدمناها في النقاط، بس كنا بنحط ايه كم. ايهاب بيقول الحته الاخيره دي تاني هي اللي هي بتاعت ايه؟ معلش قول لي. لما بفهم الملف يكون تصميم واقدر اعمل استخراج من تول بوكس. طيب كنت سالت هنا عبد الرحيم الموضوع دوت المره اللي فاتت. طيب دلوقتي احنا عملنا بروفايل فروم فايل اللي هو اللي التاني تمام كده. فلو جيت في التول بوكس وادي البروفايل وجيت قلت له انكريمنتال ستيشننج ريبورت، ده عشان اطلع مناسيب على ستاندرز معينه. ادي البروفايل التاني اهو تمام كده اللي احنا جايبينه من فايل تمام، ده اللي هو البروفايل فروم فايل. وجيت هنا قلت له انا عايز اطلع مثلا كل 5 متر على سبيل المثال ماشي اتش تي ام ال مفيش مشكله، بيطلع اهو الريبورت عادي اهو، ادي الاستيشن والليفيجن مفيش مشكله فيه. انا مش عارف انت عندك في التول بوكس ممكن بقى انت في حاجه كان في الملف بتاعك، ولكن من التول بوكس اهو ده اللي هو الاف جي اللي هو 2 شغال مفيش مشكله، وطلعت الايه؟ طلعت الداتا بتاعته مفيش ايه؟ مفيش اي مشكله. نفس حكايه التقرير بتاعه نفسه برضه يطلع نفس الفكره. لو التقرير بتاعه ضن التقرير اللي هو بتاع الفيرتيكال كيرفز بي في اي وكيرفيت برضه بتاع رقم 2 وقلت له كرييت ريبورت ويطلع برضه التقرير ما فيهوش اي مشكله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ده صعب قوي معلش، احنا في الريفت والله السيفل احلى بس تشتغلوا عليه شويه هتبقى زي الفل. هل ممكن ادخل شبكات على هيئه بروفايل زي ما احنا عملناها كده؟ الشبكات نفسها عملناها منها، ممكن الشبكات عامه الشبكات ممكن تعمل منها مسار وممكن تدخلها بعد كده تعمل له بروفايل ما فيش مشكله. شوهانز عدل ازاي على البندات الراسي اللي هي ظاهره على اليسار اللي في الالفيشن؟ البندات الافقيه اسهل بكتير. طيب البندات الراسي هي عباره عن كتابات موجوده في الجريد نفسها، لو ضغطت عليها وقلت له ايه ده بروفايل فيو ستايل تمام، اهي الفيرتيكال دي تمام. عندك دي الكتابات، ده حجم الكتابات على سبيل المثال، دي الكتابات الاساسيه الرئيسيه اللي هي دي. الكتابات الثانويه مش مفتوحه، يعني هتلاقي بعد كده نغير الكتابه دي مثلا على سبيل المثال هخليها مثلا 10 رقم كبير عشان تبان على طول. ابلاي زي ما انت شايف ظهرت معاك على الشمال، يبقى ده التكست هايت اللي موجود اللي ايه اللي على الشمال. محتوى التكست نفسه بتغيره من هنا لو حبيت تغير محتوى التكست او الارتفاع سوري او اللون بتاعه او الشكل وما الى ذلك. المحتوى هنا عمليه بقى اظهاره نفسه، يعني احنا مثلا هنعمل تاني كده اللي هو ده، هنصغر بس القيمه هنخليها 4 مثلا تمام، ونقول له ابلاي. ده كده على الميجور. الماينور لو الخطوط الثانويه باينه وعايز تظهرها مفيش مشكله، بتعدل الستايل من هنا. واهم شيء بس في الديسبلاي انت عندك هنا الليفت اكسس اللي هو الاكس اللي على الشمال ده، زي ما انت شايف الميجور هي مفتوحه لكن الماينور مقفوله، هتفتح بس الميجور الماينور ويفتح معاك مفيش مشكله. الف الف شكر. العفو يا باشا. لو البروفايل اتفجر وابعت على الكاد ازاي اقدر اخرج مناسيبه؟ لا خلاص انت لازم ترجعه تاني، لازم ترجعه تاني سيفل، لان هو الكاد كل سنه وانت طيب. كده لا ما فيش بقى. فقط يا ريت حضرتك عاوز اعرف بروفايل بقيم الكي فاليو فقط من غير طول. هنا انت عندك في الجزئيه دي تقريبا السيركولر من الكي فاليوز. الكي فاليوز عايز تدخل بقيم الكي فاليو. طب والله دي سؤال، لا دي اشوفها لك عشان ما جربتش ادخل بقيم الكي فاليو مره واحده. بس هو مبدئيا اثناء ال انت بص هترسم خطوط مستقيمه على سبيل المثال، انا هلغي الكيرف اللي هنا ده اللي هو سب انتيتي اللي هو ده تمام. لما بتيجي ترسم انت كيرف هنا مثلا فري كيرف بتوين تو لاينز، لو انت راسم خطوط مستقيمه ما بين ده وما بين ده، هو بيدي لك هنا تحت اوبشنز بيقول لك انت عندك
تول كيرف ولا عندك كي فاليو، ساعتها بتدي له كي فاليو من هنا وتكتب له القيمه اللي انت عاوزها. يبقى انت هترسم خطوط مستقيمه وبعدين بتيجي من هنا بتقول له انا عايز اعمل فري كيرف ما بين خطين مستقيمين اللي هو الجريد ده والجريد ده، تمام؟ وبيقول لك ساعتها بتختار له، هو في العادي بيجيب لك الريديوس، بيقول لك مش الريديوس سوري انا اسف، بيقول لك الطول، الطول بتاعه كام. في الحاله دي لا بتختار له الكي فاليو، بتقول له الكي فاليو مثلا بتاعتي 50 وانتر، فبيرسم لك بناء على الكي فاليو ال 50 اللي انت كتبتها له. مصطفى كمال، هو مصطفى كمال قال ايه ما اعرفش والله. مصطفى قلت لك حليت لك مصطفى تقريبا، مش عارف ليه عمل بروفايلين تصميمين في نفس البروفايل ده. عملت بروفايلين من تصميمين لو قصدك على دول، دول انا عملتهم عشان يبين التوب والبوتوم. مره في كنت شغال في مشروع وطلبوا كده، عايزين التوب بتاع الاسفلت والبوتوم بتاع الطبقات عشان يشوف برضو الطبقات ايه موقفها. لكن فعليا التوب هو بس اللي هنستخدمه مثلا كحسابات او كتصميم، لكن البوتوم ده بس شكلا ليس الا. او لو انت حبيت تعمل كذا بروبوزل في نفس الوقت ما فيش مشكله، ممكن تعمل كذا بروبوزل. ولكن هي الفكره زي ما انتم شايفين ان الخط دوت بروفايل بقى منفصل، حتى لو انا غيرت الخط الاساسي اللي انا خدته منه كوبي ده بقى منفصل، لازم ترجع تعدله تاني. يعني احنا عدلنا هنا الكي فاليو، هتلاقي المسافه الصغيره هنا مش زي المسافه هنا، ساعتها لازم نلغي ده، نعمل عليه ديليت كده ونرجع نعمله ايه، نعمله من جديد. طيب ممكن لينك تسجيل محاضره، المحاضره كده كده بتنزل على اليوتيوب. هو الصوت الصوت واصل عندكم يا جماعه ولا لا؟ ايوه يا باشمهندس الصوت تمام. طيب ماشي. الناس اللي بتطلب رابط تسجيل والان 11:10، ايه المطلوب؟ مش عارف والله. لا هو الرابط هينزل بعد كده ان شاء الله. البروفايل بفروم فايل، ما هذا اللي احنا شرحناها والله يا ايهاب، مش عارف. طب خلاص ماشي، ما دام شرحناه يبقى تمام. بخصوص البندات الرأسية، أنا شفت بروفايلات قصاد كل ارتفاع لفيجن متغير في كتابة. بص هي البندات مفيش بندات رأسية، البندات أفقي فقط، الرأسي ده بس الارتفاعات أو على حسب المحتوى اللي موجود. زي ما ضغطنا كده وقلنا له إيديت بروفايل، أدي في الفيرتيكال هنا وبتبتدي تعدل من هنا المحتوى. عندك حاجة من اتنين، يا دي يا دي، بس أنا ما أعرفش هي التانية دي أساسا، بس ده مثلا بروفايل فيو إليفيجن خلاص بيجيب لك المنسوب من هنا، يعني ده اللي موجود. غير كده ممكن يكون بقى الكتابات التانية، لكن البندات بتنزل تحت بس، البندات ممكن ما تجيش في الجنب تقريبا، لا بتيجي تحت بس. فانا مش عارف صراحة يا مصطفى كمال قصدك ايه بالموضوع ده، لو عندك صورة للموضوع ده يا ريت تبعتها لنا ونقدر نشوفها. الف شكر هندسة على المحاضرة، الله يبارك لك يا رب. ايه دي المواد ما فهمتهاش، وصل ده بالمعادلة ولا كنت شرحتها تاني كونكاتينيت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الالاينمنت في جدول داخل الدروينج، الالاينمنت نفسه. طيب هو الالاينمنت لما بيطلع على سبيل المثال، الالاينمنت لو جيت انا قلت له انا عايز اطلع، وبيطلع حاجه اسمها التاجز اللي هو ال اد سيجمنتس اللي هي عناصر، تمام كده؟ وبختار مثلا الالاينمنت اللي هو اللاين واحد وبقول له اوكي وبقول له هنا، هبتدي اطلع عليها ده اد تيبل لاين سيجمنتس. سوري، هو المفروض من التيبل هنا اد لاين، بناء على احنا سوري ما عملناش سيلكشن. طيب يبقى هو ده كده، وهبتدي اقول له انا عايز اد سيجمنتس، تمام؟ واقول له سيلكت طبعا الالاينمنت. هو لا هنا واخد خد عنصر واحد، لو خدنا بناء على الالاينمنت كروس دايناميك. طيب اوكي، المفروض يطلع لنا تيبل، ما طلعش تيبل، غريبه، المفروض بيطلع تيبلز بس هي الفكره. طب ثواني كده، اد لاين برضه. طب خليني الجدول، انا صراحه مش متذكر ومش مركز قوي في حكايه التيبل، بس ان شاء الله المره الجايه اقول لك التيبل بيطلع ازاي. انا يا حاضر. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتقد كده خلصنا ولا ايه يا شباب؟ حضرتك في البشمهندس ايهاب مصطفى رافع ايده بعد اذنك. طب ماشي.
اتفضل. باشمهندس السلام عليكم. اهلا وسهلا بركاته، اتفضل بيه. محاضره رائعه والله، بارك الله في حضرتك. الله يسلمك، ربنا يجازيك خير يا رب. الله يخليك. طلب بسيط بس، انت عارف حضرتك ان البندات الخاصه بالبروفايل بتبين احترافيه في الاخراج، يعني فهمني حضرتك. تمام. لو في تمبلت بند خاص بص، هو يعني البندات طبعا بتختلف، انت حضرتك ان البند اللي موجوده في البرنامج بالظبط. بص هو انا يعني والله هي الفكره كلها ان هي بتختلف البند من مكان للتاني على حسب المعطيات اللي بيطلبها مثلا الاستشاري او الجهه اللي هي بتتعامل معاك. بس هو العادي كله مثلا على سبيل المثال اوري لك مشروع عندي كده سريعا. بسم الله الرحمن الرحيم، ثواني كده اشوف لك حاجه عندي، عايز اشوف لك حاجه جاهزه. يعني من ضمن المشاريع اللي كنت شغال عليها كان طالبين زي ما قلت لك القطع والردن، وطالبين حاجات تانية كده، لكن ثواني بس كده افتح لك ملف من عندي. بسم الله الرحمن الرحيم، هشام سنون هنا نمص حاجة زي كده مثلا، افتح يا ولد. زي كده. بص هنا مثلا كانوا طالبين الاستيشن والاكزيستنج ليفيجن والفينش ليفل، تمام، وبرده الاكسكافيجن ليفل اللي هو زي ما قلت لكم كان عايز مين، منسوب الحفر. طبعا منسوب الحفر كان فيكسد رقم او رقم ثابت ما بين ده وما بين ده، تمام. وبعدين طالبين الهوريزونتال جيومتري والفيرتيكال جيومتري والسوبر ليفيجن، كل دي كان طالبينها مع بعضيها، واخد بالك. فدي كان الجهه طالبه كده. في العادي انا ما بديش التفاصيل دي كلها، بدي بس الاستيشن والاكزيستنج والفينش، تمام. ده في المشاريع العاديه، ولكن ساعات بيطلبوا زياده فبنعمل الزيادات دي. فدي ان شاء الله لو كده هبقى انزل لكم الملف السيفل ده، في البندات دي جاهزه ان شاء الله على طول. تمام. طيب حضرتك الباشمهندس احمد مجاهد، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا هندسه؟ اهلا بيك، المحاضره الرائعه دي. العفو، بيه تحت امرك، الله يبارك لك يا رب. بقول لحضرتك دلوقتي لما يبقى مثلا انا الالاينمنت انا عملته طبعا، وعند الان جي ال كان عندي سيرفيس، وكان عندي اديني هو اداني مناسيب تصميميه. المناسيب التصميميه ديت انا عملت منها سيرفيس تاني عشان اعرف اعمل ديزاين يطلع لي على البروفايل. مش محتاج، كنت ماشي مفيش مشكله، قول. المهم انا عاوز اطلع داتا على للمساحين تحت بحيث ان انا ادوم الاستيشن، والاستيشن ده يكون واخد المنسوب تمام بتاعي. فانا كنت عامل زي شيت اكسل كده، واخد المناسيب التصميميه الفينش ومسقط منها ال 20 او الطبقات الاسفلت وطبقات البيسكورس والكلام ده. تمام. فانا كنت بديلهم المناسيب بحيث ان هو يوقع الاستيشن وعارف المنسوب بتاعه كام على الالاينمنت. فكنت بعمل لما اجي اطلع نقط زي كده كنت بعمل ميجر للالاينمنت، هو كده كده واخد، وبقول له اختار السيرفس الديزاين عشان يطلع لي المناسيب التصميميه. تمام. كان شغل كده. في طريقه ثانيه ولا هي كده تمام؟ بص هو يفضل، بص انت عملت صح، يعني خدت النقاط دي، هو اعطي لك مثلا نقاط كل 10 متر المنسوب التصميمي، بس مش اعطي لك فيرتيكال كيرف وما الى ذلك، صح؟ يعني اعطي لك جدول زي اللي تحت كده. ايوه تمام. حلو. هو بص انت عندك كذا حل، كان ابسط حل ان انت تكتب الداتا دي في الاكسل مثلا على سبيل المثال، وتدخلها بروفايل فروم فايل زي ما احنا عملنا كده، ولكن ساعتها انت هنا كله هيبقى زيرو، مفيش مشكله، هتسيبها فاضيه زي ما هي وتقول له بروفايل فروم فايل، هرسمها لك كلها عباره عن خطوط مستقيمه مع بعضها، واخد بالك؟ تمام. حلو كده. وبعدين تبتدي تطلع على الريبورت عندك وتقول له انا عايز اعمل ايه، اللي هو زي ما قلنا الالاينمنت، لو انت هتطلع الاحداثيات ايست ونورث اللي هو الانكريمنتال ستيشن انج ريبورت كده تطلع الايست ونورث. حلو. والزد هتيجي برضو في البروفايل انكريمنتال ستيشن انج ريبورت اكسكيوت، هتلاقي مين؟ هتلاقي البروفايل اللي انت دخلته زي ده كده موجود هنا. عايز كل كام؟ كل 3 متر، خلاص يطلع لك كل 3 متر، 5 5 10 10 زي ما انت عاوز كده. ما كنتش انت محتاج كده، انت ما كنتش محتاج تعمل ايه؟ تعمل سطح للايه؟ للداتا دي. تمام يا هندسه. ولو هي موجوده على الرسمه، ولو هي موجوده على الرسمه على سبيل المثال للحصر، اعمل لك تكست، انا كنت شرحتها، هبعت لك. بص ادخل على القناه عندي استاذنك، هتلاقي مجموعه دروس كده بسيطه اسمها مشاريع طرق، اسمها مشاريع طرق. بسم الله الرحمن الرحيم، اي مشاريع طرق، تمام كده. هستاذنك تتفرج على اول فيديو في يوم اللي هو تحويل المسار والبروفايل من الاوتوكاد، ده كان مشروع اوتوكاد حولناه من الكاد للسيفل.
من ضمنها البروفايل كان جاي مكتوب تحت بس كده، فاخدنا الكتابات اللي تحت دي وحولناها ودخلناها للبتاع. ممكن تدخلها بروفايل فروم فايل او تدخلها كسطح او ايا كانت الطريقه، ولكن الداتا اللي تحت ممكن تعملها. تسلم تسلم هندسه، ربنا يخليك. العفو بيك. حاجه ثانيه بعد اذن حضرتك بس إيه، مش عارف ممكن حضرتك اشرحها لنا المره الجايه ولا ايه، بس هي إيه حاجه يعني كانت قابلتني يعني إيه. طبعا ان احنا عندنا السيرفيس الان جي ال، وانا كده الالاينمنت ظهر معايا في البروفايل تمام، وجيت رسمت اللي هو التصميم القطاع التصميمي بتاعي زي ما حضرتك رسمت بالظبط. لما اجي احسب الكميات طبعا يعني هو بيطلب مني اتنين سيرفيس، يا اما سيرفيس وديزاين صح؟ تمام. انا كده كده عندي السيرفيس الان جي ال، السيرفيس الثانيه بدخله له حاليا دلوقتي. الوضع اللي انت شايفه ده انا ما ينفعش احسب كميات، ليه؟ لان انا هنا ما عنديش عرض طريق، واخد بالك؟ ما عنديش سطح، انا عندي هنا بروفايل تصميمي لكن مش سطح تصميمي. تفرق بروفايل تصميمي يعني ايه؟ انا عندي خط الالاينمنت نفسه بقى ليه شكله تصميمي، ولكن يمينه وشماله ايه شكلهم ما اعرفش، ميوله كام ما اعرفش، لان لسه ما حددتش الباقي. فلازم البروفايل ليس كافي لحساب الكميات، لازم تعمل الشكل الثلاثي اللي هو انت على سبيل المثال انت بتعمل طريق، لا يبقى تعمل الاسمبلي وتعمل الطريق بتاعك عشان يدي ايه، يدي الشغل بتاعك ثلاثي ابعاد. او ان انت بتعمل حاجه على سبيل المثال حاجه كده بسيطه، لو انا عندي المسار بتاعي زي ما انت شفته كده عملت له خلاص تصميم تمام، بتيجي تعمل لو انت عايز حاجه بس مبدئيه سريعا يعني، بتيجي تعمل فيتشر لاين فروم الاينمنت، تعمل فيتشر لاين فروم الاينمنت وبتختار الاينمنت بتاعك ده تمام، وبيقول لك انهي منسوب سطح انت عايزه، فبقول له اديني السطح التصميمي اللي انا عامله تمام، واعمل لي حاجه بسيطه اللي هو فيها بيقول لي دايناميك لينك، فبقول له لا مش عايز دايناميك لينك، وبقول له اوكي. فعمل لي هو ايه، مجرد ما بقول له المسافه اوكي عمل لي فيتشر لاين من الالاينمنت بتاعي، واخد نفس مناسيب التصميم بتاعتي، واخد نفس مناسيب التصميم بتاعتي. فيتشر لاين بالتصميم اللي على البروفايل بالظبط كده. ساعتها تاخده اوفست يمين وشمال، الاوفست اللي هو ستيبد اوفست، بحيث لو انت عايز تعمل ميول يمين وشمال تعمل ستيبد اوفست مثلا 10 متر يمين بستوب ناقص 5 وناقص 5%، ونفس الحكايه الناحيه الثانيه بقى عندك 3 مثلا. على سبيل المثال انا هعمل ستيبد اوفست اهو مسافه 10 في 10 لجوه هنا مثلا بجريد ناقص 5، حلو كده. وبرده نفس الناحيه الثانيه بجريد ناقص 5، يبقى عندي ثلاثه فيتشر لاين اهم. الثلاثه فيتشر لاين دول زي الباشا تحطهم في سطح، يتعمل لك سطح تصميم وتحسب كميات، ولكن ده حاجه مبدئيه، واخد بالك؟ حاجه ايه مبدئيه تحسب بيها، لكن الفعليه لو انت عندك طريق وعايز تحسب يبقى بفضل تعمل الحركات اللي هي الالاينمنت والبروفايل والاسمبلي والكوريدور، ابن عمنا بقى هو اللي يطلع لك كل شيء بعد كده. تسلم هندسه، ربنا يخليك، ربنا يخليك. ماشي، هو في سؤال بس من على الشات عند عبد الرحمن عبد الرحيم مصطفى الحمادي، الريبورت اللي هو الديفرنس يا يعني عبد الرحيم، لو قلنا له اكسكيوت، انت عندك هنا ده سطح الاراضي طبيعيه وهنا التصميم، فالتصميم الاف جي اف جي الثاني اللي احنا كنا جايبينه اهو، انا هقارنه بمين؟ هقارنه بالان جي ال، ادي الان جي ال وادي الاف جي الثاني. واهم شيء ممكن بتشيل دول وتخلي بس الريجولار انترفال، انا عايز كل مثلا كل متر مقارنه، ده سطح مقارنه سوري، هيديني مقارنه ما بين السطح التصميمي وما بين الارض الطبيعيه اللي تحتيه. مجرد ما بقول له كرييت ريبورت وبقول له اوكي بيبتدي يظهر معايا الريبورت بالشكل التالي اهو، بيديني النقطه الاولى الاستيشن بتاعتها صفر، الايست والنورثين كام، المنسوب على الاكزيستنج كام، والمنسوب على التصميم كام، والفرق ما بينهم كام. فالريبورت بيطلع برضه، هي كل مره بس بتحدد محددات الريبورت اللي بتاعتك من هنا، شيل بقيه الحاجه وخلي بس الريجولار انترفال يطلع لك الانترفال بتاعك زي ما هو مظبوط. ده في حاله مقارنه ما بين ايه؟ ما بين التصميم والارض الطبيعيه. ايه تاني عندكم يا شباب؟ في حد تاني معانا ولا كده خلاص؟ مفيش. هل حد محتاج اي سؤال تاني يا جماعه؟ عموما انا شايف مفيش اسئله. شكرا. واحد بيسال بس يقول لي كيفيه تنزيل نقاط موجوده في الموقع وعايز اربطها على تصميمي على البروفايل، او عايز اربط عليها تصميمي على البروفايل. حاضر. هي بس هي الفكره كلها احنا عايزين نعمل نقطتين ثلاثه، هستاذنكم كده بس نعمل نقطتين ثلاثه. سالته ادي السطح بتاعي، هعمل نقطه هنا اوكي انتر هنا اوكي انتر هنا اوكي. طيب انا عندي دلوقتي مثلا على سبيل المثال الثلاث نقاط دول، ده طبعا انا كنت هشرحها ان شاء الله في الفيديو الجاي، عايز اظهر اي عنصر سواء نقاط او بولي لاين او 3 دي بولي لاين او ايا كان، عايز اظهره على البروفايل فيو. مجرد بتختار البروفايل فيو
وبتبتدي تقول له انا عايز اعمل ايه بروجكت اوبجكتس تو بروفايل فيو، يعني هات لي اوبجكت اللي هي عناصر على البروفايل فيو. مجرد ما بتختارها بيقول لك ايه هي العناصر اللي عندك، فبتختار له ده وده وده ثلاث نقاط دول، بقول له اوكي. قال لي والله انت انا شفت ثلاث نقاط كوجو بوينتس، الستايل بتاعهم بيزك، والمناسيب هيجوا بمناسيبهم، والليبلز بتاعتهم اللي هي الكتابات طبعا دي ممكن بنعدلها في اي وقت مفيش مشكله. مجرد ما بقول له اوكي نروح كده على المسار بتاعي، هلاقي ان التلات نقاط ظهروا معايا اهم. ادي النقطه الاولى، النقطه الثانيه، النقطه الثالثه. لو لغيتها من هنا سوري، لو عايز تتعامل بقى معاها وبعد كده توصل منها تصميمي مثلا، تبتدي تعمل تصميم جديد مثلا على سبيل المثال كده، وتبتدي توصل ما بينهم خطوط مثلا مستقيمه كده كده كده، يبقى كده عمل لك ايه؟ عمل لك تصميم بناء على النقاط اللي موجوده على الرسم عندك. طبعا يكون هنشرحها ان شاء الله الايه الدرس اللي قادم. اتمنى نكون كده احنا وفينا وكفينا. تمام يا باشمهندس، اعتقد كده ان شاء الله. شكرا جدا لحضرتك والله. العفو بيه، العفو بيه، تحت امركم، الله يبارك لك يا رب. ان شاء الله الحاجه دي هتبقى مسجله وتنزل معاكم على اليوتيوب برضو، في نفس الشيء في اللينك بتاعنا زي ما احنا عارفين روابط المحاضرات يعني، ان شاء الله برضو لما تنزل على النت هنحط لكم الرابط هنا، وهنحط لكم ملفات اللي اشتغلنا عليها برضو هنا ان شاء الله. شكرا لحضرتك يا باشمهندس. العفو بيه، العفو بيه، تحت امركم.